السيدات والسادة، السيدة والسادة الوزراء المحترمون، السيدات والسادة النواب المحترمون، طبقا للفصل 100 من دستور المملكة وعملا بمقتضيات النظام مواد النظام الداخلي لمجلسنا الموقر، نلتقي مرة أخرى في جلسة للأسئلة الشفهية ويتضمن جدول أعمالها 32 سؤالا شفهيا تهم قطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، العدل، القطاع المكلف بالنقل، القطاع المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وأخيرا القطاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. السيدات والسادة، قبل البدء في الأسئلة أرجو من السيدة الأمينة التفضل بتلاوة المراسلات الواردة على الرئاسة. شكرا سيدة الرئيسة. بسم الله الرحمن الرحيم. توصلت رئاسة المجلس من السيد رئيس الحكومة بمراسلة يحيط فيها المجلس علما بأنه تمت دعوة المرشح السيد مصطفى سلامة لشغل المقعد الذي كان يشغله السيد المصطفى المنصوري المنتخب سابقا عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية الناظور. ومن المحكمة الدستورية توصل مكتب المجلس بقرار رقم 7718 يقضي برفض الطلب الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري بالدائرة المحلية الناظور. قرار رقم 7818 يقضي بإلغاء انتخاب السيد أحمد المرابط السوسي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري في 21 ديسمبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية المضيق الفنادق عمالة المضيق الفنادق، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة. ومن السيد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة توصل مكتب المجلس به تقرير حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2017. عدد الأسئلة الشفهية والكتابية والأجوبة الكتابية التي توصل بها مجلس النواب هي 66 سؤالا شفويا، 141 سؤالا كتابيا، تم سحب سؤالين كتابيين. شكرا للسيدة الرئيسة. شكرا السيدة الأمينة. في السيدات والسادة، أود الإشارة فقط فيما يخص طلبات المقدمة من لدن السيدات والسادة النواب بناء على المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلق بالتحدث في موضوع عام أو طارئ، فقد عبرت الحكومة لتفاعل مع الطلب الموجه لكاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من طرف السيد النائب المحترم سعيد بعزيز عن فريق الاشتراكي حول تصريح السيد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي في البرنامج التلفزي المثير للجدل بخصوص غياب العدالة المجالية بين الجامعات. وأود كذلك أن أخبر السيدات والسادة النواب أنه بناء على طلبات ورغبات الفرق تم التداول في المكتب حول تفعيل المادة 152 في أقصى مداها، وبالتالي فقد تقرر بالإجماع وستكون مراسلات في الموضوع سواء بالنسبة للحكومة أو بالنسبة للفرق، أننا ستبرمج ابتداء من الاثنين المقبل إن شاء الله يعني بشكل تلقائي على الأقل 4 ديال الأسئلة التي تريد في مجال الإحاطة، 2 ديال المعارضة طبعا بفريقيه و2 للأغلبية على أساس التناوب حول طرح الأسئلة. بطبيعة الحال ستصلكم مراسلات في هذا الشأن. شكرا. إذن على بركة الله نشرع في بسط الأسئلة المدرجة في جدول أعمالنا، ونستهلها بقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. مرحبا السيد الوزير. إذن هناك سؤالان لهما وحدة الموضوع، يتعلق الأمر بجودة التعليم بالعالم القروي، وسيتم طرحهما دفعة واحدة لينالا جوابا موحدا من السيد الوزير.
إذن السؤال الأول للسادة والسيدات النواب المحترمين عن مجموع النياب المجموعة النيابية لتقدم الاشتراكية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، عواشر مباركة. السيدة الرئيسة، السيد الوزير، سؤالنا اليوم يتعلق بالإجراءات التي تنوون اتخاذها حول تحسين تعليم القروي، تعليم بالعالم القروي. شكرا. شكرا. إذن السؤال الموالي للسيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق التجمع الدستوري. رشيد وياد. السيدة الرئيسة، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين، نسائلكم عن التدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتحسين ظروف التمدرس بالوسط القروي. وشكرا. شكرا. تفضلوا السيد الوزير. السيدة الرئيس، شكرا السيدة الرئيسة المحترمة، السيدات والسادة النائبات والنواب المحترمين، ليلة القدر مباركة. كي كتعرفوا يشكل النهوض بمنظومة التعليم بالوسط القروي من أهم الأولويات التي تشتغل عليها الوزارة في إطار تنزيل مضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وكذا البرنامج الحكومي باعتبار التحديات الكبرى التي يعرفها هذا الوسط والمرتبطة أساساً بمجموعة من المعيقات السوسيو اقتصادية. وللتذكير، فإن البرنامج الحكومي للولاية الحالية تضمن واحد العدد من المقتضيات مرتبطة بإعطاء تمييز إيجابي لفائدة الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصائص، مع اتخاذ التدابير الضرورية لتشجيع تمدرس الفتيات في البوادي. وعلى هذا الأساس فقد تم تخصيص مجموعة من العمليات تحقيقا لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، سيستفيد منها الوسط القروي على مستوى تطوير العرض المدرسي وأيضا توفير الدعم الاجتماعي للتلاميذ وتأهيل المؤسسات التعليمية والداخليات، أو من خلال توفير الحاجيات الضرورية من الموارد البشرية. بعد الأرقام بالنسبة لهذا التمدرس في الوسط القروي، على مستوى توسيع العرض المدرسي وصل مجموع المؤسسات التعليمية على المستوى الوطني تقريبا 11,000 مؤسسة، منها 6,000 مؤسسة، أي ما يعادل 54% دون احتساب عدد الفرعيات ليناهز تقريبا لتجاوز 13,000 فرعية. بلغ عدد المدارس الجماعاتية 124 وحدة، حين وصل عدد الداخليات 889 على المستوى الوطني، 545 بالوسط القروي. على مستوى تأهيل المؤسسات التعليمية، بصدد هذه السنة تم الاستفادة من هذا التأهيل تقريبا 9511 على المستوى الوطني، بالنسبة غير القروي 55%، 5231 مؤسسة اللي تم تأهيلها. بالنسبة للفرعيات، حنايا منخرطين في واحد البرنامج ديال إعادة تأهيل جميع المؤسسات الفرعية على المستوى الوطني. بالنسبة للإحصاءات الجديدة المرتقبة بموسم الدخول المدرسي المقبل، سيعرف هذا الموسم بناء 87 مؤسسة تعليمية جديدة بالأسلاك الثلاث، منها 37 بالوسط القروي أي 43%، بالإضافة إلى 10 مدارس جماعاتية إضافية. الخدمات، بالنسبة للخدمات، ستواصل وزارة تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي لمواجهة المعيقات السوسيو اقتصادية التي تحد من التمدرس، وذلك من خلال مراجعة آلية ومعايير الاستهداف بالنسبة للبرنامج ديال التيسير. شكرا سيد الوزير. شكرا. تفضلوا أحد السيدات والسادة النواب عن المجموعة النيابية بالتعقيب. وزير، على المجهودات اللي كتقوم بها، ولكن نقدر نقول لك أن هناك باقي هناك خصاص كبير جدا بالخصوص في العالم القروي. ونعطيكم أمثلة، مثلا إقليم الصورة اللي كانت تشرف التمثيل دياله، مثلا هناك أقسام السيد الوزير فيها القطرة لدرجة أن التلاميذ ما كيلقاوش فين يقراو، بأنه فوق الشتاء ولا حتى وقت الشمس، غياب مثلا المرافق الصحية لدرجة أن الفتيات كيضطروا أنهم ما يجوش للمدارس لأن ما
ميمكنش، لأن كتعرفوا بلي كيجيو من الصباح حتى العشية باش تقضي الحاجة ديالها ميمكنش لها. هناك قلة الأقسام سيد الوزير، كتلقى قسم واحد أنه فيه ثلاثة ولا أربعة المستويات، تلميذ ما حيلته يرد البال إما للدروس ديالو ولا للزميل ديالو، سواء بالنسبة له ولا بالنسبة للمعلمين، أنهم كيكونوا جوج ثلاثة في قسم واحد. وهناك السيد الوزير مثلا بالنسبة لقلة الموارد البشرية، وفي حالة ما أنها كاع إلا كانت كتلقى مشكل إما في الكهرباء ديال المنازل ديالهم ولا في الماء ديال المنازل ديالهم، وكتلقى السيد الوزير أن مثلا المدارس في العالم القروي ما كتلقاش مجهزة مثلا بالحجورات ديال الانترنت ولا بالنسبة ديال العلوم الطبيعية مثلا. وكنتمنوا السيد الوزير انكم توليوا واحد الاهتمام لاقليم الصويره لانه كيعاني وكيعاني بزاف. وشكرا. شكرا. السيد نائب عن فريق التجمع الدستوري التعقيب. شكرا السيد الوزير. نحن في فريق التجمع الدستوري نعتبر ان التعليم الاولويه من الاولويات لصلاته القويه بتطوير اقتصاد المعرفه ومنظومه القيام، وهو كذلك رافعه اساسيه لتحقيق التنمية والنمو والولوج إلى سوق الشغل والرقي الاجتماعي. لا يخفى عليكم سيد الوزير أن التعليم في الوسط القروي يعرف مشاكل عديدة، سواء على مستوى البنية التحتية أو على مستوى الموارد البشرية، ورغم وجود برامج الدعم الاجتماعي لتشجيع التمدرس فإن الهدر المدرسي لا زال متفشيا بالوسط القروي خصوصا في صفوف الفتيات. سيد الوزير، تعاني المدارس الابتدائية بإقليم سيدي قاسم من عدة مشاكل. مشكل الاكتظاظ، فرغم المجهودات التي قامت بها وزارة التربية الوطنية في هذا الباب وأصدرت مذكرات للحد من هذه الظاهرة، فإننا لا زلنا نجد مستويات بإعداد هائلة تتعدى في بعض الأحيان 40 تلميذ في القسم. غياب الحراسة وانعدام الأسوار وخاصة في الفرعيات مما يجعل المؤسسة عرضة للسرقة والتخسير والتخريب، وفي بعض الأحيان تتحول الفرعية إلى إسطبل للماشية صيفا. الحاجة الماسة وهي المرأة. شكرا سيد النائب. هل من تعقيب إضافي حول الموضوع؟ تفضل سيد النائب. سيدة الرئيسة، سيد الوزير، يعاني التعليم بإقليم شيشاوة وخاصة في المجال القروي أوضاع مزرية نتيجة الخصص في الأطر التربوية وقلة الحضورات الدراسية، مما يؤدي إلى الاكتظاظ وضعف التمدرس وغياب الجودة، بحيث يتم جمع ثلاثة مستويات في حجرة دراسية واحدة، كما أن إحدى المدارس بالإقليم أطر تربوي واحد يدرس ست مستويات، كما أن الحصة الدراسية للتلميذ القروي لا تتعدى 30 ساعة في الأسبوع بدلا 48 في باقي المدن المغربية. لهذا أتساءل عن التدابير المتخذة لمعالجة هذه المشاكل في بداية الموسم الدراسي المقبل، كما أسألك السيد الوزير عن مصير الثانوية التأهيلية بجامعة سبط مزودة التي برمجت في سنة 2016 ولحد الآن لم ترى النور. وشكرا السيد الوزير. شكرا. هل من تعقيب إضافي آخر؟ لا تعقيب. إذا نمر إلى السؤال الموالي متعلق بالخصص المسجل على مستوى الأطر التعليمية للسيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق التجمع الدستوري. تفضلي السيدة النائبة. شكرا سيدة الرئيسة. سيد الوزير، ونحن على مشارف نهاية السنة الدراسية وفي إطار الاستعداد الجيد للدخول المدرسي المقبل، نسائلكم السيد الوزير عن مدى الخصص المهول في الأطر التعليمية. وشكرا. سيد الوزير تفضلوا. شكرا السيدة الرئيسة المحترمة، السيدة النائبة المحترمة. أود تأكيد في البداية أن موضوع الخصاص لم يعد مطروحا نسبيا بمنظومة التربية والتكوين، وذلك بفضل المجهودات التي بذلتها الوزارة في هذه السنوات الأخيرة مركزيا جهويا وإقليميا. بالنسبة لهيئة أطر التدريس، تكفي الإشارة لعملية التوظيف بعقود التي تبنتها الحكومة خلال الموسمين المتتاليين، والتي بلغ مجموعها 35 موظف أستاذ جديد تم إلحاقه بالقطاع، 11,000 2015-2016، 24,000 2016-2017، مما سمح بتقليص الاكتظاظ وتعدد المستويات التعليمية داخل القسم الواحد خاصة بالعالم القروي. كما تم توظيف هذه السنة 20,000 متعاقد جديد برسم هذا الموسم، يتلقون حاليا تكوينا بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين،
وسيتم توزيعهم إن شاء الله في الدخول المدرسي المقبل على الأقسام. بالنسبة تم اعتماد معايير الخرائط التربوية النظرية، وذلك بعدم تجاوز معدل 30 تلميذ في القسم بالنسبة للمستويين الأول والثاني ابتدائي، وأقل من 34 في المستوى. شكرا. تعقيب السيد النائب. شكرا سيد الوزير، ولكن على مستوى الواقع السيد الوزير نلاحظ العكس. أنا صراحة تفاجأت عندما سمعت من إجاباتكم أنه ليس هناك أي خصاص، في حين أن الواقع يقول عكس ذلك. إذا كنتم السيد الوزير أو الوزارة الوصية توافق كل سنة على طلبات الأساتذة والأستاذات على الخروج المبكر أو التقاعد النسبي واللي هو من حقهم، واش الوزارة الوصية عندها استراتيجية استباقية باش تعوض هذه النسبة العالية من الأساتذة والأستاذات اللي خيخرجوا بالتقاعد؟ وإذا كان الحل اللي قام الحل الأنسب اللي كان عملته الحكومة في وقت ما هو الأساتذة والأستاذات المتعاقدين اللي من هذا المنبر كنوجه لهم كل الشكر والاحترام والتقدير والامتنان على هذا الحل اللي كان اللي قاموا به بلادنا، إلا أنه هاد الأساتذة والأستاذات كيعانيوا من عدة مشاكل اللي الوزارة خاصها تأخذ بعين الاعتبار في مشاكلهم حتى يتسنى لهم. شكرا. هل من تعقيب إضافي حول الخصاص على مستوى الأطر التعليمية؟ لا تعقيب. إذن السؤال الرابع في هذا الملف حول الاستراتيجية إصلاح منظومة التربية والتكوين الممتدة إلى سنة 2030 للسادة والسيدات النواب المحترمين عن فريق الأصالة والمعاصرة. تفضلوا السيد النائب. شكرا السيدة الرئيسة. السيد الوزير المحترم، استراتيجية إصلاح منظومة التربية والتكوين الممتدة إلى 2030، الكل يسمعنا الاستراتيجية، المرجو إعطاء الخطوط العريضة لهذا الإصلاح وكذلك التدابير المزمع اتخاذها لتنزيل هذه الاستراتيجية. شكرا. السيد الوزير محترمة، السيد النائب المحترم، لابد من الإشارة في البداية أن الجواب على سؤال حول راهن منظومة التربية والتكوين وأفقها المنشود يقتضي حيزا زمنيا كافيا، ولقد حظي الموضوع بنقاش مستفيض داخل لجنة التعليم والاتصال والثقافة بمجلسكم الموقر يومي 16 و30 مايو الماضي، وسنواصل هذا النقاش في اللقاء المزمع انعقاده إن شاء الله الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء 19 من الشهر الجاري بتدارس استراتيجية إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي. كما تعلمون فإن الحكومة جعلت التنزيل الفعلي والمتجانس لرؤية استراتيجية الإصلاح منظومة التربية والتكوين في صميم أولويتها، حيث تمت ترجمة مضامين هذه الرؤية الاستراتيجية في مشروع قانون الإطار، ويهدف هذا القانون إلى تحديد المبادئ والأهداف الأساسية والاختيارات الاستراتيجية ووضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف فقد حدد مشروع هذا القانون جملة من التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تعليم ذي جودة للجميع. وانطلاقا من محددات المرجعية للإصلاح التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية، فقد شرعت الوزارة فعليا في التنزيل التدريجي للإصلاح، وذلك على مستوى مختلف مكونات المنظومة التربوية الوطنية. ولا شك أن مشروع القانون إطار الذي سيعرض على أنظار المؤسسة التشريعية الموقرة بعد استكماله لمسطرة المصادقة من طرف مجلس وزاري سيشكل فرصة سانحة لتعميق هذا النقاش حول مضامنه من أجل جويده وجعله خارطة الطريق لإصلاح التربوي بالنسبة للسنوات المقبلة إن شاء الله. وشكرا. شكرا السيد الوزير. تعقيب السيد النائب. سيد الوزير، بخصوص هذه الاستراتيجية هي تمت وأطلقت تحت شعار الإنصاف والجودة والارتقاء المجتمعي والفردي. السيد الوزير، بالنسبة للإنصاف بعد 3 سنوات من إطلاق هذه الاستراتيجية يلاحظ بأن هناك توجه نحو مزيد من تكريس التعليم الخصوصي على حساب التعليم العمومي، بمعنى كذلك التلويح بإلغاء مجانية التعليم. فتعليم خصوصي لطبقة معينة يتوفر على كل مقومات التعليم
في المقابل تعليم عمومي يفتقد لجميع المقومات بالنسبة لعامة الشعب. بالنسبة للجولة السيد رئيس السيد الوزير المحترم، لا يمكن الحديث عن الجولة في البوادي حاليا، لا يمكن الحديث عن الجولة في الأحياء الشعبية، لا يمكن الحديث عن الجولة في البوادي والمناطق الجبلية بالخصوص. هناك أطفال مشتتون في الطرقات العامة، معرضون للسرقة وكذلك معرضون للاختطاف، معرضون للحصار بالثلوج، ومعرضون كذلك مجموعة من المخاطر التي يعرفها البعد عن ما بين السكن وما بين المدارس التي يشغلها. هناك مدارس مهترئة، لا يمكن الحديث عن الجودة بتاتا سيد الوزير الترام في البوادي وكذلك في المناطق الجمالية بالنسبة للتعليم. بمعنى هذا الشعار اللي جا به اللي جات به هذه المنظومه هذه ديال الاصلاح الاستراتيجي او المخطط الاستراتيجي للتعليم، يلاحظ ان بعد 3 سنوات من اطلاقه فلم تتضح ولو بادره صغيره من وزارتكم من حكومتكم للسيد الوزير المحترم لتطمئنه الشعب المغربي على ان فعلا ان التعليم سيكون. تعقيب اضافي حول الموضوع؟ لا تعقيب. سؤال موالي حول تقييم البكالوريا المهنية للسيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق العدالة والتنمية. تفضل السيد نائب. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الوزير المحترم، عن حصيلة إقرار البكالوريا المهنية منذ أكثر من سنتين والأفق المتوقع لها نسائلكم. تفضل السيد الوزير. شكرا السيد نائب المحترم. بداية أود التذكير بدواعي إحداث البكالوريا المهنية لما لها من مزايا وإيجابيات على نظامنا التعليمي، ونذكر على سبيل المثال تنويع العرض المدرسي وفتح آفاق جديدة على مستوى تيسير سبل الاندماج في الحياة العملية للشباب، وذلك عبر تقوية الجسور والممرات بين النظام التربوي العام وقطاع التكوين المهني، علاوة على إمكانية متابعة الدراسة الجامعية. إشراك المقاولات في وضع البرامج البيداغوجية للتكوين المهني حتى يصبح التعليم مطابقا لمتطلبات سوق الشغل. إيجاد فرص للشغل للشباب من جهة، وتوفير أطر وتقنين القطاع الخاص من جهة أخرى، حيث تم تحديد تخصصات بناء على حاجية المقاولات الشركة. خلال هذا الموسم الدراسي 2017-2018 تم تسجيل حوالي 22,000 تلميذ وتلميذة في المسالك المهنية لبكالوريا في 300 مؤسسة ثانوية تأهيلية على المستوى الوطني في 22 مسلك للبكالوريا المهنية، وتدرس الحصص المهنية تقريبا في 200 مؤسسة للتكوين المهني. كما تضاعف خلال هذه السنة عدد المترشحين في البكالوريا، كنا تقريبا في 152، وصلنا لهذه السنة 2159 مترشحة ومترشح في البكالوريا. الأفاق المستقبلية، الوزارة بصدد القيام بتقييم لهذا العرض التربوي الجديد الذي انطلق الموسم الفارط وعرف حصول انطلق في 2014-2015 وأول فوج تخرج السنة الفارطة. من هذا التقييم إن شاء الله غادي نفتحوا أفاق جديدة وتنويع للعرض التربوي. سيدنا نائب التعقيب. السيدة الرئيسة، شكرا السيد الوزير على هذا الجواب القيم، ونشكر من خلالكم الوزارة على إحداث هذا المسلك اللي قلت فيه بأنه هو تنويع العرض المدرسي وخلق مسار مهني والرفع من جودة التعليم. إلا أنه السيد الوزير من خلال هذه التجربة ديال 3 سنوات، أي من سنة 2014 إلى حدود الآن، هناك نواقص عديدة، حيث يتم تدريس المواد الأساسية التخصصية باللغة الفرنسية مما يشكل عائق التعبير الكتابي والتواصل الشفهي، ويؤثر سلبا على المردودية ويساهم في الهدر المدرسي دون تحقيق الأهداف المرجوة. سيد الوزير، ما مصير عدد كبير من التلاميذ الذين لم يستطيعوا مسايرة التخصص المهني الصناعي أو الفلاحي وفشلوا في تحقيق نتائج مرجوة؟ ولهذا ما هي الآليات المعتمدة لرفع الالتباس المخيم على التلاميذ وأولياء أمورهم وتحديد الفوارق بين التكوين المهني والبكالوريا المهنية؟
وفي الأخير سيد الوزير، ومن حيث متابعة التخصصات المهنية بالتعليم العالي، يبدو أن الأفق لا يزال غير واضح، مما يمكن أن يشكل عامل إحباط قد يسهم في سن عزائم التلاميذ وعزوفهم عن التوجه إلى هذه المسالك لكي يتابعوا دراستهم الجامعية. ولا بد السيد الوزير من الإشارة أنه يجب إبرام اتفاقيات شراكة للتأطير وضمان إدماج هذه الفئة مع وحدات إنتاجية ومقاولات صناعية وفلاحية. وشكرا السيد الوزير. شكرا السيد النائب على احترام الوقت. هل من تعقيب إضافي؟ لا تعقيب. سؤال حول عدم ملائمة انتشار المؤسسات التعليمية للتوزيع السكاني ببعض المناطق للسيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق الأصالة والمعاصرة. تفضلي السيدة النائبة. سيد الوزير، يعرف توزيع المؤسسات التعليمية بالمناطق القروية والجبلية بالخصوص خللا كبيرا وغيابا واضحا لساكنة هذه المناطق اللي كتعاني اصلا من تهميش والهشاشة. كيفاش السيد الوزير في التجمعات السكنية اللي كتزيد في بعض الأحيان على 4000 نسمة كيضطر فيه طفل أو طفلة في عمر 7 سنوات أنه يتنقل عشرات الكيلومترات طلبا للعلم، والحياة ديالتهم مهددة بالخطر. الآباء ديالهم للأسف كتبقى قدامهم جوج حلول، يا إما الهجرة ويسمحوا في بهايمهم ويسمحوا في أراضيهم باش وليداتهم يقراو، يا إما يخرجوهم من القراية، وهذا الشيء كيتسبب في الهدر المدرسي لا سيما في صفوف الفتيات. وما نساوش ان هذا الشيء كيترتب عليه مشاكل اجتماعيه اخرى كالزواج القاصرات، ارتفاع نسبه الطلاق، والوفيات في حاله اذا كان الحمل في سن مبكره. والمؤسف من هذا كلها السيد الوزير ان هذه المناطق تصبح مصدرا وخزانه للخادمات للاسر اللي كتقري وليداتها في البعثات الاجنبيه وفي المدارس الراقيه. على ضوء هذه المعطيات السيد الوزير، شنو درتوا لملائمه انتشار توزيع المؤسسات التعليميه للتوزيع السكاني؟ وشكرا. شكرا السيد الوزير، تفضلوا. شكرا السيده الرئيسه المحترمه. السيده النائبه المحترمه، تشكل العداله المجاليه احدى اهم انشغالات الوزاره، سواء على مستوى توسيع العرض المدرسي وتاهيل البنيات الاساسيه وتوفير الموارد البشريه والارتقاء بقدراتها، او على مستوى تنويع العرض التربوي وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي. تجدر الاشاره ان هذه مقاربه التخطيط والتمويل المعتمده على صعيد الوزاره تراعي تحقيق التوازن بين الاهداف والموارد الماديه والبشريه المتوفره، كما ترون تحقيق التكافؤ في توزيع هذه الموارد بالجهات، اخذا بعين الاعتبار واحد العدد ديال المحددات، منها مراعاة الجانب الديموغرافي في الجهات والأقاليم كمحدد هام يبرز التوزيع الجغرافي في للساكنة ومناطق التواجد، إعمال على التمييز الإيجابي داخل الجهات والذي يهم المناطق القروية والمناطق ذات الخصاص، الأخذ بعين الاعتبار التطور المسجل على مستوى المؤشرات التربوية باعتبارها لوحات قيادة تبرز التطور الحاصل في الشأن التربوي على مستوى الجهات والأقاليم. من بين هذه المعايير خصكم تعرفوا بان باش يمكننا نخلقوا واحد العدد ديال المدارس اما ابتدائيه ولا اعداديه ولا تاهيليه، كنهضروا على عدد الاطفال في سن تم دروس، المسافه القصوى بين المؤسسه واقامه التلاميذ والتي من المفروض ان يقطعها التلميذ للوصول الى المدرسه، اعداد التلاميذ ضروريه لفتح مؤسسه تعليميه، درجه تشتت الساكنه التي ستغطيها المدرسه، توفر البنيه التحتيه، يتم ايضا احداث المؤسسات في مكان ملائم وبعيد عن كل المخاطر التي من شأنها ان تهدد صحه وسلامه التلاميذ والعاملين بالمؤسسه او تؤثر على العمليه التعليميه، وسيستحسن اختيار موقع تتوفر فيها البنيه التحتيه الضروريه، وايضا نسبه للانقطاع الدراسي. شكرا السيد الوزير، شكرا. تفضلي السيده النائبه التعقيب. السيد الوزير، تكلمتوا على العداله المجاليه، ما يمكنناش نتكلموا عليها ولحد من الفوارق الاجتماعيه الا ما بديتوش من التعليم اللي هو الاساس واللي كيتعتبر طوق نجاه ديال بزاف ديال المغاربه، لانه هو الحل الوحيد باش انهم ينهضوا بالاوضاع الاجتماعيه ديالتهم. كنا كنتمناو من بعد 60 سنه على الاستقلال اننا نتكلموا على جوده التعليم، ولكن دابا هالعار غير لقاو الوليدات فين يقراو. وشكرا. شكرا السيده النائبه على احترام الوقت. هل من تعقيب اضافي؟ تفضل السيد النائب. السيد الوزير، أكثر من 3400 تلميذ بثانوية الدخلة أولاد برحيل تالودنت،
وهذا الاكتظاظ من أهم أسبابه غياب إعداديات بالجماعات المجاورة أو ثانوية تأهيلية. لذا نطالبكم السيد الوزير بإحداث إعدادية بجامعة جدر المنبهة المجاورة وإحداث نواة ثانوية بجامعة سيدي وعزيز. كما نطالبكم بإضافة قاعات لإعدادية الليمون التي ستفتح في السنة المقبلة واللي بها 7 قاعات فقط لا تكفي، وكان مبرمجا بها 22 قاعة. نطالبكم بإضافة قاعات. كما نثير انتباهكم السيد الوزير أو نطالبكم بحل مشكل إعدادية زقموزن التي توقف بها البناء منذ 2007. شكرا السيد النائب. سؤال أو تعقيب إضافي آخر. سؤال موالي حول تأمين ولوج الطلبة الجامعيين وطلبة الدكتوراه للعلاج والخدمات الصحية للسيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضل السيد النائب. السيد الوزير، السؤال حول مدى تفعيل القانون الخاص بالتغطية الإجبارية للطلبة. شكرا. شكرا السيد النائب. السيد الوزير تفضلوا. شكرا السيد النائب المحترم، ومرتين، مرة لأنك طرحت الموضوع، ومرة لأننا بصدد واحد الحملة ديال التوعية لفائدة الطلبة باش بداية السنة الجامعية إن شاء الله يستفيدوا من هذا النظام. أولا، هذا البرنامج بدأ في 2015. الغلاف المالي المخصص هو 110 ديال مليون درهم. العدد ديال الطلبة المتوقع أنهم يتسجلوا ويستفيدوا حوالي 288,000، لكن العدد اللي عندنا اليوم عمليا هو 30,000. إذا عدد ضعيف وضعيف جدا إلى حدود 2016. عقدنا اجتماع ديال اللجنة المكلفة بهذا المشروع على مستوى رئاسة الحكومة في اجتماعات متتالية، وتبين بالفعل أن هناك إشكالات في المرسوم التطبيقي المتعلق بنظام التغطية الصحية، لأنه كان فيه سحب الوثائق والمصادقة على الإمضاء واحد العدد ديال التعقيدات إدارية وقفنا عندها. وبالتالي اليوم الوزارة أعدت مشروع مرسوم معدل، وقعه السيد الوزير وسيأخذ طريقه إن شاء الله إلى الدراسة في مجلس الحكومة تحضيراً للدخول المقبل. وبالمناسبة تنقول أن هذه القضية ديال ليغاليزاسيون وداك الشيء ما غادي تبقاش، وأنه في البورتاي ديال التسجيل في الجامعة غادي تكون واحد الخانة ديال التسجيل في نظام التغطية الصحية من أجل تبسيط المساطر. شكراً. السيد النائب تفضل. السيد الوزير، المشاكل اللي كاينة مطروحة وهو أنه هذاك الموقع الإلكتروني معقد بشكل كبير جدا، وهذا تكلمت عليه. المسألة الثانية وهو المساهمة ديال الطلبة راه مرتفعة بالنسبة للطلبة، نتنظن يجب إعادة النظر بالنسبة للمساهمة، لأن كاين واحد المساهمة اللي موجودة في الموقع الإلكتروني. كاين هذيك المسألة ديال 30 سنة اللي تتحدوها بالنسبة للطلبة، كاين طلبة الدكتوراه اللي هما أكثر من 30 سنة، كاين المسألة ديال الملء ديال الاستمارة. هذيك الاستماره ديال الملء ديالها معقده، نتنظر اللي كان مسجل في الجامعه يكون عنده التغطيه الصحيه، والمصالح المختصه هي اللي كتشوف واش عنده شي تامين اخر ولا ما عندوش شي تامين اخر. وتبسيط المساطر بالنسبه لكثير من الطلبه، كثير من الطلبه ما كيستعملوش، كثير من الطلبه ما عارفينوش، كثير من الطلبه فاش يبغوا يدخلوا لهذاك الموقع الالكتروني تلقوا صعوبات. انا تنظن يجب تبسيط هذه المساله هذه، وغادي يساهم في الرفع ديال كثير من المعاناه بالنسبه للطلبه، خصوصا بالنسبه للولوج ديال المصالح الطبيه. وشكرا. شكرا السيد النائب. تعقيب إضافي؟ لا تعقيب. تفضل. شكرا السيد النائب. أولا، ليست هناك مساهمة للطلبة نهائيا، وأن الأمر يتعلق بحملة تحسيسية وانخراط دائم للطلبة، أما ليس هناك أي مساهمة للطالب، الاستفادة مجانا. شكرا. تجاوزنا الوقت ولكن الموضوع يستحق. سؤال حول تأخر صرف منح المتعاقدين للسيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق العدالة والتنمية. وزير، ما هي التدابير الاستعجالية التي ستتخذونها لصرف باقي منح التكوين الخاصة بالمتعاقدين؟ شكرا. سيد الوزير. شكرا السيدة النائبة المحترمة. غير بالنسبة لهذه السنة لهذوك 20,000 راه كل شيء مخلص. شكرا. تعقيب السيدة النائبة. ما كاين لا تعقيب الأول. السيد الوزير.
تفضل السيد النائب. السيد الوزير، هذا نموذج في الحقيقة مع الأسف ديال الارتجال الذي طال تدبير ديال هذا الملف للمتعاقدين. فالمتعاقدين المتدربين الآن ديال الصويرة لم يتوصلوا على بمستحقاتهم، كذلك في مراكش واحد العدد منهم ما توصلوش بمستحقات ديالهم. ونتجع لهذا الشيء كله كما عرفتوا وقفة احتجاجية ومقاطعة ديال التكوين، يعني هذا الزمن تكويني على ضعف حجمه. المناسبة شرطه السيد الوزير هذا التعاقد اللي الآن بان بأن الحكومة مضات فيه وغادية فيه وستتبناه في قطاعات أخرى، يعني يجب أن يؤخذ مأخذ الجد وترسى له منظومة تتميز بحكامة جيدة، وذلك لضمان تكوين رصين ومتين وجيد يضمن تخريج أطر كفأة اللي غادي تولى التربية ديال الأولاد ديالنا وديال الناشئة ديالنا. وإلا فالتعاقد هو خيار خصنا نوفروا ليه الظروف دياله. فلا يعقل أن فيما مضى الناس يدخلوا المراكز ديال التكوين وتتوصلوا بالمنح ديالهم بسلاسة، الآن مضت ثلاثة الأشهر والناس ما توصلوش، مع العلم بأنه هؤلاء عندهم يعني التزامات اجتماعية وأسرية ماشي بحال قبيلة كانوا الطلبة يكونوا بربعة خمسة يكريوا وقضيوا الغراض، الآن عندهم أسر وبالتالي ينضاف إلى معاناتهم والتحقير الذي يطالهم من طرف المنظومة نتيجة عدم تكافؤ الفرص مع الزملاء. تعقيب إضافي تفضل السيد النائب. شكرا سيدة الرئيسة. سيد الوزير، كنستغرب من الجواب ديالكم، كتقول بأن كل شيء تم صرف المستحقات ديالهم. الأسبوع الماضي توصلت عدة اتصالات من أساتذة متعاقدين تابعين لجهات فاس مكناس وبالخصوص في إقليم بولمان، لا زالوا لم يتوصلوا بالمستحقات ديالهم. المرجو السيد الوزير تأكد من هذا الخبر، وإذا كان العكس فتدخل لإيجاد حل لهؤلاء الأساتذة، لأن أصبح يؤثر التأخر. إذن آخر عندكم شيء إضافة؟ تفضلوا. شخصيا واكبت هذه العملية أكاديمية بأكاديمية باش الجميع يتموا باش يتوصلوا بالمنح ديالهم بالصرف ديالهم، لكن شي حالات خاصة قدموها لنا باش نتبعوها، وهذه الحالات الخاصة غادي تكون مرتبطة بالملفات ديال هاد الأشخاص. بالنسبة لهاد المتعاقدين، غيكون عندنا ان شاء الله الفرصه في اللجنه ديال التعليم والتواصل والثقافه باش نتعمقوا في النقاش ونقولكم شنو الاطار العام اللي وضعناهم فيه. اللي بغينا نقوله بان عد وزنا واحد العدد ديال مجالس الاداره في الاكاديميات، وتم اعتماد النظام الاساسي ديال الاكاديميات باش هذه العمليه تتم على مستوى الاكاديميات. وفرنا لهم واحد العدد ديال الامور باش ما تبقاش هذا الاحساس بانهما مهمشين، ولا اعطيناهم نفس الواجبات والحقوق اللي عند الاساتذه في الوظيفه العموميه. وشكرا. شكرا السيد الوزير. اخر سؤال في ملف التربيه الوطنيه حول احداث نواه جامعيه باقليم الفقيه بن صالح للسيدات والساده النواب المحترمين عن فريق الحركه. تفضل السيد النائب. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، السيد الوزير، العالم القروي بصفة عامة يعاني من عدة مشاكل ومنها قطاع التعليم. عدد كبير سيد الوزير من الطلبة كيحصلوا على البكالوريا في تزايد مضطرب، وخصنا نوفروا لهم الفضاء الجامعي القريب، لأن الأسر عدد دخل محدود والملحة إلا كانت كتكون تهي محدودة، وتصبح الطالب إما تيكمل في ظروف صعبة ولا تنقطع للدراسة. تنسولك سيد الوزير، أش هي المقاربة ديالكم في إطار هذا الإصلاح لتقريب فضاء الجامعة من الطلبة؟ ودلت المثال ديال الفقيه بن صالح لأن تنعرف هذيك المنطقة أش كيعاني والطلبة ديالها في التنقل إلى فاس إلى مكناس إلى
مراكش. شكرا. شكرا السيد الوزير، تفضلوا. شكرا سيدنا نائب محترم. اولا هذه فرصه لكي اتحدث عن مشروع ضخم وكبير جدا نشتغل عليه على مستوى الوزاره ولاول مره، وهو اعداد الخريطه الجامعيه الوطنيه، وهو مشروع استراتيجي مهم جدا في اطار تنفيذ مقتضيات الرؤيه الاستراتيجيه 2015-2030 التي تحدثت عن عرض مندمج للتعليم العالي العام والخاص والشريك والدولي في كل جهه. فيما يتعلق بهذا الموضوع، انا ادعو من خلالكم ايضا، انا ادعو مجلس الجهه والجامعه والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في الجهه ديال بني ملال خنيفره وجامعه السلطان مولاي سليمان من اجل عقد لقاءات على مستوى الجهه من اجل تحديد الخريطه الجامعيه لجامعه السلطان مولاي سليمان بشكل مندمج، ناخذ في عين الاعتبار التكامل الموجود بين المؤسسات الجامعيه الموجوده في الجهه ونستشرف المستقبل. فيما يتعلق ب الفقيه بن صالح، نعطيك بعض الارقام. اولا عدد الحاصلين على البكالوريا يقل عن 3000، حوالي 3000 طالب، وهناك مجموعه من الشروط التي تفترض في احداث مؤسسات او نواه جامعيه، مثل عدد الحاصلين على البكالوريا والتخصصات، علاقتها بالنسيج الاجتماعي والاقتصادي بالجهه، إمكانية توفير شروط التكوين والبحث، لأن هذه مؤسسة جامعية. ثم أنتم تعلمون أنه وفق مقتضيات القانون الإطار 010، إحداث نواة جامعية أو مؤسسة جامعية ومن اختصاص مجلس الجامعة الذي يدرس كل هذه الشروط ثم يقدم اقتراحه إلى الوزارة من أجل دراسة الجدوى واتخاذ ما يلزم من قرارات. شكرا. شكرا. تفضلوا السيد النائب تعقيب. السيد الوزير، كنظن سياسة التعليم العالي هي من اختصاص الوزارة، هي اللي كتخطط، هي اللي كتبادر، ماشي مجلس الجهة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أن السيد الوزير السابق وعدني أنه غادي يقوم خطط وبرمج إحداث نواة جامعية في الفقيه بصح. أنا اليوم السؤال ديالي غير أنت غدير هذه النواة الجامعية، فأصبحنا اليوم خصنا نمشيو نتذاكروا ونجمعوا الناس ونتناقشوا بيناتنا وكيفاش نوازنوا هذا الشيء وكيفاش نديروا هذا الشيء. أنا بغيت نعرف السيد الوزير الله يخليك، واش ملي كتكون واحد الحكومة عطات واحد الوعد واتفقنا معها، واش كتجي الحكومة اللي من بعد منها كتساير وكتكمل ذاك النقاش اللي كان وذاك الوعود اللي كانت، ولا كنعاودوا من الأول نمشيو ونجمعوا مزيد الجهة، ولا نجمعوا مزيد الجامعة ونتذاكروا ونخلقوا شروط جديدة؟ هذه المنطقة كتعاني من نقص في التعليم العالي، الوليدات ديالهم كيمشيو بعيد لمراكش والدار البيضاء. شكرا. تعقيب اضافي. سيد الا سمحتي كاينه المعارضه عندها تعقيب، ومن بعد غنعطيكم التعقيب. شكرا، اسمح لي. تفضل. شكرا السيدة الرئيسة. السيد الوزير، ندعوكم للوقوف على الخصاص الحاصل في إقليم أسفي، أولا فيما يخص التخصصات والشعب اللي ما كيناش في كلية ديال أسفي واللي هي شعب وتخصصات مطلوبة، ثانيا لماستر اللي كاينين بعدد قليل، حاليا كنلقاو جوج ديال لماستر، كاينة لو اس تي، كاينة لينسا، كاينة لا فاكولتي، يعني المؤسسات والبنايات ها هي موجودة. ماذا ينقصنا السيد الوزير؟ تنقصنا الإرادة لإحداث هذه التخصصات والشعب، الإرادة لإحداث هذه المسارات، وكان انتم مدعوون لتغيير هذا الوضع، وانكم تاخذوا بعين الاعتبار الاسر للمستوى الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي ديالها ضعيف، وما تقدرش تصيفط ولادها يقراوا برا الاقليم، وبالتالي نحن مطالبون اننا نقربوا لهم التعليم العالي، مطالبون اننا نقربوا لهم التعليم الجامعي. وشكرا. تفضل السيد النائب. السيد الوزير، اليوم هناك اجماع في إقليم تيزنيت من طرف كافة المسؤولين البرلمانيين، المنتخبين، المجتمع المدني، كافة المواطنات والمواطنين، على أن أولى الأولويات هو إحداث قطب جامعي بمدينة تيزنيت. العقار متوفر، جميع الشروط متوفرة، ولهذا نطالبكم السيد الوزير بالتعجيل بإحداث قطب جامعي بمدينة تيزنيت. وشكرا. شكرا. تعقيب آخر؟ لا تعقيب. إذن
كان تفضل السيد الوزير. طبعا طيب انا تظهر لي تنتكلموا على اسفي تيزنيت فقيه بن صالح غدا يمكن مدينه اخرى. هادشي كياكد الاستراتيجيه ديال الوزاره لضروره توفير خريطه جامعيه وطنيه مندمجه ومدروسه. ثم اثنين، ناكد مره اخرى ان فتح مؤسسات جامعيه من اختصاص مجالس الجامعات، واذا وصلتنا شي حاجه من مجلس الجامعه حنا كندرسوها وكنعملوا على التنفيذ. شكرا. شكرا، وبهذا نكون قد اتينا على نهايه كل الاسئله الخاصه بملف التربيه الوطنيه والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ونمر الى القطاع الموالي حول اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسه المدينه، فيها سبعه اسئله. مرحبا السيد الوزير، مرحبا السيده كاتبه الدوله. اذا السؤال حول النهوض بقطاع السكن للسيدات والساده النواب المحترمين على الفريق الحركي. تفضل السيد النائب. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الوزير، في اطار محاربه البدائل للسكن الغير لائق، ماذا اعددتم وما هي شروط الاستفاده؟ شروط الاستفاده. شكرا. شكرا سيد النائب. سيد الوزير. انا السؤال اللي توصلت به يتعلق بالنهوض بقطاع السكن، ولكن غنجاوبك. بالنسبه لقطاع السكن، انا متفق بان هناك ضروره لنهوض وانطلاقه جديده، لان القطاع عنده المكتسبات ديالو، الانجازات ديالو، ولكن كان واحد عدد المؤشرات لتتبين ان بالفعل هناك ضروره لانطلاقه جديده. مؤشرات مثلا عدد الوحدات السكنيه المجازه، او فيما يخص مبيعات الاسمنت. واذا هذا القطاع خصنا نهتموا به. تنشتغلوا الان لبلورات واحد التصور شمولي متكامل لواحد الخطه لاعاده للنهوض بالقطاع، بتطوير السكن الميسر في المتناول مختلف الفئات. وفي هذا الصداد خصنا نهتموا بالفئه ديال الطبقه المتوسطه، كذلك بالفئات المعوزه اللي في كثير من الاحيان خص تدخل قوي ودعم عمومي، كذلك السكن في العالم القروي. فيما يخص السكن غير اللائق، هناك عدد ديال البرامج اللي عندها المكتسبات ديالها وعندها الانجازات ديالها، ولكن بالتاكيد خصنا نطوروا المقاربات ديالنا نحو مزيد من الاتقائيه، ونكبوا بالفعل بدقه فيما يخص القضيه ديال الشروط تاع الاستفاده والتحكم في المستفيدين. كذلك المساله ديال المواكبه الاجتماعيه للبرامج مساله اساسيه. وبغيت ناكد بان شكرا. تعقيب السيد النائب. شكرا السيد الوزير على الاعتراف ديالكم، وهذا فضيله. غير هو في هذا الاطار اللي انتم كتستعدوا وكتهيئوا الان، كاين واحد العدد ديال العمليات اللي هي مستمره، وكاين واحد الخلط ما بين السكن في العالم القروي، ان اصح التعبير، السكن في الباديه وعند الناس الملاكه اللي كي عندهم ملكهم وارضهم، والسكن ديال الاستفاده والشروط ديال الاستفاده. راه لا يعقل ان نفس القانون تيحكمهم بجوج ونفس الشروط، لانه الانسان اللي هو ملكه فلاح، واما كتطلبوا منه بهذيك الشروط انه يهاجر للمدينه ويزيدكم مشاكل داخل المدينه ويسمح حتى هو في مدن الصفيح باش يستافد ويبيع الارض، او قولوا برامج ديال تصاميم نموذجيه تكون بالمجان عند الجماعات. فيما يخص شروط الاستفاده اللي تكلمتوا عليها، انا معكم السيد الوزير، ولكن احنا ما كنطلقوش من، انا يمكن لي نقول لك في جهه الدار البيضاء وفي عماله المحمديه اليوم الناس جاوا من امريكا، اسمع، وهذا الشيء كيتسجل عليا وهذا راه محضر ديال الجلسه، جاوا من امريكا وجاوا من اسبانيا واستافدوا من السكن غير لائق عندنا بالفضل ديال اعوان السلطه.
والمواطنين اللي عندهم حق الاستفادة وتزوجوا وولدوا تيقولوا تمشي مع باك في 84 متر. هو عنده 4 د الاولاد وبا عنده 4 د الاولاد يمشيو في 84 متر وما كيعطيوش حق الاستفادة. ولهذا هذا راه عندنا ملف ورحنا غادي نجيو عندك الوزارة ونجيبو. شكرا. تعقيب اضافي حول الموضوع؟ لا تعقيب. سؤال موالي حول البرامج السكنية للسيدات والسادة النواب عن فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضل السيد النائب. السيد الوزير، في إطار البرامج الوطنية تهدف إلى تحسين وضعية السكن ببلادنا وتمكين المواطنين خاصة الفئات البسيطة منهم من سكن لائق، تم التوقيع أمام أنظار صاحب جلالة سنة 2014 على عدة اتفاقيات لإطلاق مشاريع سكنية بالضاربة الكبرى، تكلف بإنجاز بعدها مؤسسة العمران ومنها البرامج المخصصة لإقليم النواصر التي تهدف إلى إنجاز التجهيزات العمومية في إطار محاربة السكن غير اللائق، غير أنه وبعد مرور 3 سنوات ما زالت بعض المشاريع تسير ببطء وأخرى متعثرة. فما هي التدابير المتخذة للإسراع بإخراج هذه البرامج السكنية إلى حيز الوجود؟ شكرا. تفضل السيدة كاتبة الدولة. شكرا سيد نائب المحترم على سؤالكم المتوجه للدار البيضاء الكبرى. اللي نبغي نقول لكم سيد نائب المحترم هو أن الدار البيضاء نظرا لحجم الإشكاليات ديال مدن الصفيح والعدد الأحياء ديال ناقصة التجهيز درنا لها واحد العدد الأشطر. إذا كاين اتفاقيات ديال 2006 ومشينا فيها التجمعات السكنية الكبيرة اللي ذات بعد تاريخي، هي باشكو كاريان سنترال وسيدي مومن اللي فيها واحد 57,000 أسرة، واليوم نسبة الترحيل وصلت ل 90%. وكاين اتفاقية ديال 2011 اللي كتهم واحد 39,406 الأسر، تا هي اليوم الوزارة ساهمت بمليار فاصلة جوج على مساحة ديال 420 هكتار. فيما يخص الاتفاقية اللي تكلمتوا عليها ديال 2014 اللي مخصصة لإعادة الهيكلة ديال 72 حي بجوج د المليار ديال درهم، ساهمت فيها الوزارة ب 820. اليوم انتهت الأشغال ب10 الأحياء وانطلقت الأشغال في 28 حي و34 حي لا زالت في طور الدراسة. فيما يخص إقليم النواصر. شكرا. تعقيب إضافي حول الموضوع؟ تفضل السيد النائب. بلاتي شكون اللي وضع السؤال؟ التعقيب والتعقيب هو الأول. التعقيب الأول. تفضل تفضل. سيدي الوزير، السؤال ديالي كان على اتفاقية ديال 2014 ماشي 2011 و2006. اتفاقية المدة ديالها 4 سنين، دابا 2019 غتسالي، كاين واحد الملحق، كاين واحد الملحق ديال الاتفاقية كيدور بين وزارة السكنة والداخلية ودابا راه في المالية. الناس كتسناو المشاريع لأن المشاريع متعثرة، شي بادية، ها الماء، ها الضوء، ها الطرقان، خاص الإسراع بهذاك التوقيع على هذاك لافنون اللي كاين عند الحالية، راه وصل لوزارة المالية وخاص الناس راه كينتظروا ذوك المشاريع يخرجوا لحيز التنفيذ. وشكرا. تعقيب إضافي؟ تفضل السيد النائب. السكنية وخاصة لما لا عدم تطبيق البرمجة في شأن تطبيق الارتيكل 28 حول الأراضي المبرمجة للليزيكيبما، وبالتالي تعد 10 سنين والحكومة لا تحرك ساكنة، فيبقى الضحية الأول هو المواطن المقهور والمحروم في الحصول على حقه بعدم تطبيق وتسهيل وتسريع المستطيل الإدارية من طرف الوزارة المسؤولة. سؤال، فهل يطبق الارتيكل 28 إلا لبعض الألوينة السياسية أو بالزبونية أو بالمحسوبية؟ وبالتالي احنا متاكدين بانك كاتبه الدوله والسيد الوزير كاتب الدوله عندها ميزان، يعني عندها خبره كرئيسه وكبرلمانيه سابقه وكوزيره لايجاد حلول سريعه في هذا النقد، لان هذا المشكل العويص في المغرب ككل، وواحد عدد ديال الاسر تتمشي ضحايا وتتمشي في افلاس، لان شنو الذنب ديالها؟ اذا دازت 10 سنين الاولى والثانيه والثالثه والحكومه والجهه المسؤوله لا تحرك، يعني بلا تحرك ساكنة. شكرا السيدة الرئيسة. شكرا. تعقيب إضافي آخر؟ لا تعقيب. سؤال آخر عن الحصيلة العشرية لمجموعة
عفوا الله يحسن العون. رمضان سيد النائب المحترم اقليم النواصر، جا جزء من السؤال ديالكم، كان السؤال هي البرامج السكنيه بصفه عامه فيما يخص برنامج ديال اقليم النواصر كيهتم ب 40 ديال الاحياء وكيهم 32 الف اسره. التمويل فيه واحد الشراكه وزاره الاسكان والداخليه وجهه الدار البيضاء الكبرى والمجلس ديال المدينه الدار البيضاء، والاشغال كتديرها العمران وشركه ليديك. اليوم الوزاره مساهمه ب 420 مليون ديال الدرهم، ولكن البرنامج راه على 4 سنوات، دونك راه باقي عندنا الوقت رغم ان كاين بعض التعثر، ولكن غادي مزيان ان شاء الله. فيما يخص الزبونيه والمحسوبيه سيدنا المحترم، انا لا اتفق معكم، اليوم الوزاره كتشتغل بمعايير وكنسهروا عليها، ويمكننا نجيو اللجنه ونزيدوا نضبطوا معكم هذه المعايير باش تكون الشفافيه والنزاهه والحق في السكن اللائق لجميع المغاربه وخاصه الفئات الهشه منهم. شكرا. شكرا شكرا. اذا نمر الى السؤال الموالي عن الحصيله العشريه لمجموعه العمران للسيدات والساده النواب المحترمين عن فريق العداله والتنميه. تفضل السيد النائب. شكرا السيده الرئيسه. السيدة الوزيرة، بعد 10 سنوات من تأسيسها نسائلكم السيدة الوزيرة عن حصيلة منجزات مجموعة العمران وعن الإكراهات التي حالت دون تحقيق الأهداف المسطرة. شكرا السيد الوزير. شكرا السيد الوزير. تفضل. شكرا السيد النائب المحترم. بالفعل تأسيس مجموعة العمران حصل في 2007 ونتيجة ديال واحد الجميع ديال واحد العدد ديال المؤسسات تابعة لوزارة الإسكان، وبالتأكيد كانت هناك هذه مرحلة مهمة لتطوير حكمة هذا القطاع، ومكنات الدولة من تكون عندها واحد الآلية أكثر نجاعة أكثر عقلانة للتدخل في واحد، وخصوصا في واحد العدد المجالات اللي ربما الخواص ما يمشيلاش ديال السكن الاجتماعي، محاربة، مع العلم أن في هذا المجال كان شراكات قطاع عام قطاع خاص موفقة، محاربة السكن غير اللائق، تأهيل حضري، تهيئة أقطاب حضرية جديدة إلى غير ذلك. نتائج مهمة، مجمل ديال الاستثمارات في هاد 10 سنين 72 مليار ديال الدرهم، إنجاز 465 ألف وحدة سكنية، مساهمة هامة في البرامج الاجتماعية مدن بدون صفيح، المباني الآلية للسقوط، ومحاربة السكن غير اللائق بصفة عامة، لإمكانات من تحسين شروط العيش ديال تقريبا 5 ملايين ديال المغاربة، 1,200,000 ديال الأسر. هذا كله بواحد الوضعيه الماليه مريحه، بحيث ان العمران تتمول ميزانيه الدوله، مع العلم ان المؤشر ديال نجاح العمران ماشي النجاح المالي، ولكن النجاح من خلال واحد عدد المؤشرات الاجتماعيه. ولكن هناك ضرورات تطوير واحد عدد تعقيب السيد النائب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد الوزير. هو صحيح هذا الشيء اللي تتقول السيد الوزير، ولا سيما تنتكلموا على واحد المؤسسه على الاقل نهنئوا من اختار هذا الاسم تيمنا بمقدمه ابن خلدون اللي تكلم عن العمران كحضاره كنمط حياه ماشي كبنيان. طبعا المؤشرات اللي تكلمتي عليها جد ايجابيه، لكن ملي تنشوفوا هذه السنوات الاخيره السيد الوزير كاين واحد التراجع، لا على مستوى الاستثمار، لا على مستوى اليوم ديال برنامج مدن بدون صفيح، لا على مستوى اليوم الشراكة مع القطاع الخاص في البرنامج ديال 140 ألف درهم و 250 ألف درهم. إذا اليوم هذا الشيء يسائلنا جميعا، لكن اليوم أوراش خصها تنطلق السيد الوزير، الملائمة مع التقسيم الجهوي. اليوم تنهنئكم على القرار ديال الجمع ما بين فاس ومكناس. اليوم ما يمكنش يكون العمران على حساب أراضي فلاحية. اليوم المغرب تيفقد 3000 حتى 4000 هكتار من الأراضي الفلاحية. هذا مؤشر يسائلنا جميعا. اليوم على مستوى نعطيك النموذج بمدينة مكناس، أعلنت مدينة بدون صفيح في 2008، بقينا تنتظروا 2013، بقينا تنتظروا حتى 2018. اليوم كاين بقع خاوية، كاين جيوب ديال أراضي يجب استغلالها.
اليوم ما يقع في عين تاوشطات في دوار الكرم 1320 براكة مهددة بالفيضانات بسبب شخص. سيد الوزير خصكم تحملوا مسؤوليتكم، واليوم تقارير ديال المجلس الأعلى للحسابات في 4 ديال الشركات أدعوكم. شكرا. لا واجب. تعقيب إضافي حول العمران. لا تعقيب. سؤال عن وضعية الأحياء الهشة للسيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضل السيد النائب. سيد الوزير، لا زالت العديد من الأحياء ببلادنا تعاني من الهشاشة والنقص في التجهيز، وبالتالي تشكل كابوسا حقيقيا بالنسبة للساكنة بما تحمل من مخاطر على حياتهم الصحية. فما هي التدابير المتخذة لمعالجة هذه الوضعية بما يضمن للساكنة حقهم الدستور في السكن اللائق، خاصة وأن الحكومة التزمت في برنامجها بالعمل على تحسين ظروف سكن ما يفوق على 200,000 أسرة في إطار تأهيل الحضري للأحياء غير القانونية ومعالجة 37,000 بناية مهددة بالانهيار؟ السيدة كتيبة الدولة. شكرا سيد النائب المحترم. متفقة معكم سيد النائب المحترم، واحد العدد كبير من الأحياء الهامشية والأحياء باقى ناقصة التجهيز، واليوم الوزارة في إطار سياسة المدينة كتشتغل على واحد الاستراتيجية باش كيفاش يمكننا في إطار تعاقدي مع المنظومة المحلية باش نوفروا الخدمات ديال القرب والتجهيزات الأساسية في هذه الأحياء الناقصة التجهيز اللي كانت هي النتيجة ديال ظاهرة تفشي ظاهرة البناء العشوائي. واليوم من بين 2012 و2017 تمكننا من 182 اتفاقية لتحسين ظروف عيش 581,000 أسرة باستثمار إجمالي ديال 10 المليار ديال الدرهم، أي ما وساهمت فيه الوزارة ب 70%. إذا هذه الطريقة ديال تحسين ظروف العيش اللي كتضمن التماسك الاجتماعي وتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، كنحاولوا باش نوفروا فيها الشبكة الطرقية، الماء صالح للشرب، الكهرباء، وكذلك الشبكة الطرقية. شكرا. شكرا. تفضل سيد النائب. عاد الأحياء بقيتي علينا غير بالملاير، الملاير والأحياء الهامشية السيدة الوزيرة مازال ما كتحضرش بالعناية التي تستحقها ساكنتها بما يضمن حقها الدستوري في العيش الكريم كما هو الشأن بالنسبة لمختلف جهات المملكة بما فيها إقليم تازة، حي الملحة، بارك فراج، الربايس، دوار ميمونة، دوار عياد، الكوشة. ساكنة هذه الأحياء السيدة الوزيرة راه كتعيش في وضعية مزرية بسبب الإقصاء والتهميش في مختلف المجالات الحياة. السلام عليكم. السلام عليكم. كاين شي تعقيب إضافي حول الموضوع؟ لا تعقيب. السيدة كاتبة الدولة ثواني. سيد النائب المحترم، أنا قلت لك الأحياء اللي ناقصة التجهيز كثيرة وكثيرة جدا وما يمكنش تعالج دفعة واحدة. اليوم كنعتمدوا على المنظومة المحلية باش صيغنا اتفاقيات وتحدد الحاجيات والتكلفة المالية. شكرا. أما نعم. سؤال آخر عن برامج مدن بدون صفيح للسيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق التجمع الدستوري. تفضل السيد النائب. شكرا السيدة الوزيرة. استمرت الحكومة في برنامج محاربة الصفيح ودعم السكن الاجتماعي، أين وصل هذا البرنامج؟ السيدة كاتبة الدولة. شكرا السيد النائب المحترم. البرنامج ديال المدن بدون صفيح انطلق في 2004، واليوم يمكن لي نأكد لكم السيدات والسادة نواب الأمة بأن هذا البرنامج وصل 81% من الإنجازات دياله. باقي لنا واحد المحور اللي فيه صعوبات خاصة، المحور ديال الدار البيضاء سطات القنيطرة وبعض المدن كمدينة العرائش. اليوم كنشتغلوا بمقاربة جديدة لأن مدن الصفيح ما يمكنش وزارة الإسكان تعالجها لوحدها، وإنما خاص يدخلوا معنا قطاعات أخرى، واليوم نحن نشتغل مع قطاعات أخرى وعلى رأسها وزارة الداخلية لنعالج هذه القضية ديال المدن بدون صفيح في إطار مقاربة جهوية، وسننجح إن شاء الله. شكرا. تعقيب السيد النائب. شكرا السيدة الوزيرة. المشكل اليوم هو أنه المجتمع المغربي تطور
والحكومة ما زالت تفكر بعقلية قديمة. راه الدور ديالكم السيدة الوزيرة هو تهبطوا عند المواطن وتعرفوا انتم شنو خاصو. اليوم راه المواطن انتم كتشوفوه هو تيطلع عندكم وكيتكلم معكم بطريقة حضارية عن طريق مجموعة من الأمور، مثلا لي ريزو سوسيو، وتيبلغ لكم شنو خاصو. راه السيدة الوزيرة في الوقت ديالكم يمكن كانت المرأة كتقبل تزوج وتسكن مع الدار ديال راجلها، اليوم هذا راجل آخر، والله ما عندك دابا الدار لا تزوجت بك المرأة ولا قبلت عليك، وهذا واقع تنعيشوه. إذن هاد السكن الاقتصادي علاش جا؟ باش يحل الأزمة ديال واحد الطبقة فقيرة، ماشي باش تربح موراه الدولة الفلوس. ولكن السيدة الوزيرة راه حرام يجيو مقاولات تعفيهم من الضرائب، تعطيهم أراضي بأثمنة رمزية، ويجيو يبيعوا المغاربة الصنادق حاشا واش نسميهم ديور ب 25 مليون. راه السيدة الوزيرة ألوغ كنتي تقاموا عليهم ب 11 مليون وقل، على الأقل دار واحد 15 ولا 16 مليون. راه السيدة الوزيرة أنتم كتشوفوا شنو واقع اليوم في البلاد، راه المواطن تيعاني، راه الناس مقاطعين، واه على الأقل شوفوا بهاد الناس بركة، راه حشومة تشوفوا هاد اللوبيات كياكلوا وكيمسوا في الدم المغاربة وأنتم كتفرجوا. وشكرا. تفضل. تعقيب إضافي؟ لا تعقيب. باقي شويه الوقت. شكرا سيد نائب المحترم. المهم السكن الاجتماعي عنده تكلفه، وكاينه واحد العدد كبير ديال المواطنين اللي في حاجه لهذا السكن الاجتماعي، وكون على يقين بان درنا واحد الدراسه اللي واحد النسبه كبيره عبرت على الارتياح ديالها في هذا السكن الاجتماعي رغم الملاحظات اللي يمكن نديروا عليه. وهذه الدراسة على الضوء ديال النتائج ديالها غادي نجتهدوا إن شاء الله باش نديروا برامج متطورة، وإن شاء الله في القانون المالية ديال 2019 سيأتي بالجديد إن شاء الله. أما فيما يخص الواقع الحالي بأن هذا السكن الاجتماعي استجاب لوضع وحسن وضع أسر كثيرة في يعني ظروف العيش ديالهم، يمكن ناقص من الجوده، يمكن ناقص من المساحه، ولكن اليوم كنجتهدوا باش نحسنوا هذه الجوده ديال هذا السكن الاجتماعي باش تستفد منه الاسر. شكرا شكرا. سؤال اخر عن تعثر برامج القضاء على دور الصفيح بعده مدن للسيدات والساده النواب المحترمين عن فريق الاشتراكي. شكرا السيدة الرئيسة. نسألكم السيد الوزير حول تعثر برامج القضاء على دور الصفيح بعدة مدن مغربية. شكرا. شكرا. بغيتي نعاود السؤال؟ لا، هو في الحقيقة السيدة الرئيسة كنا طلبنا وحدة الموضوع ديال هذا الشيء ديال المدن بدون صفيح. الفريق الاشتراكي المحترم فضل يحتفظ بالسؤال ديالو، مرحبا. لقد بلغتني الإدارة بأن الفريق الاشتراكي يفضل طرح السؤال. مرحبا. إذن هذا البرنامج ديال المدن بدون صفيح مرة أخرى للتذكير انطلق في 2004، اليوم قطع أشواط كبيرة، وصلنا ل 81% ديال الإنجاز، بقى لنا 19% موجودة في المحور كيف قلت ديال الدار البيضاء قنيطرة، واليوم كنشتغلوا لإيجاد مقاربة جديدة لأن العدد الأسر ارتفع 3 و4 الأضعاف، وبالتالي ما يمكنناش نوفروا لهم يعني في ظرف وجيز العقار الكافي لآوائهم، رغم أن درنا المقاربة ديال بقعة لأسرتين وبقعة لثلاث أسر، ولكن ما كافيش داك الشيء. اليوم كنجتهدوا مع القطاعات المعنية الأخرى وعلى رأسهم وزارة الداخلية باش نلقاو حلول على صعيد الجهة إن شاء الله. شكرا. شكرا. تعقيب السيد النائب. شكرا السيدة الوزيرة المحترمة للجواب ديالكم. فعلا السيدة الوزيرة الكرامة ديال المواطنين هو التعليم والتشغيل والصحة والسكن اللائق، وهذا اللي كينص عليه بند 31 من الدستور. السيدة الوزيرة بكل احترام كنعرف على انه يعني كاين واحد مجموعة المشاكل اللي هي كدعم هذه العملية ديال الدور الصفيح على المستوى الوطني، وحنا كنسجلوا بكل اعتزاز وافتخار على انه يعني تم القضاء على واحد المجموعه ديال اعلان مدن بدون صفيح. ولكن كاين واحد المجموعه الاكراهات، كاين مجموعه اكراهات السيده الوزيره، لانه كاين يتم استنباط يعني واحد المجموعه ديال الامور يعني في واحد المجموعه ديال المدن. وساعطيك مثال على مستوى ديال الجرسيف على مستوى حمريه، هذه يعني منطقة اللي كذلك يعني كاين مناطق أخرى كمدينة العرائش،
تمارا، يعني كاين هناك مدن اخرى يعني اللي هي فيها هذه الاشكاليه هذه. السيده الوزيره نحن في الفريق الاشتراكي يعني بكل مقومات يعني كن. شكرا. تعقيب اضافي حول الموضوع؟ تفضل السيد نائب. اسمح لي السيده الوزيره، ما كاينش عداله في هذا البرنامج. نموذج ديال سلا 0% ديال الانجاز، مازال صاحب القيد هو هو، غسل ما هو، والمكنسيه هي هي. كتكلموا مع المواطنين بواحد اللغه كتستفزهم. الفقراء عندهم مشاكل ديال القدره الشرائيه، كنزيدوهم مشاكل من هذا النوع، كبروا وتعروا ولدوا ولادهم ومازال عايشين في البركه. حشومه هذا الشيء. هذا ولا السؤال، ولا بحال فاصل الاعلام دائما السؤال كيتطرح، كتجاوبونا بعض المعطيات، ولكن في الميدان ما كاين حتى شي حاجه. رئيس الحكومه الحالي 500 متر بعيد الدار اللي كان ساكن فيها قبل، 500 متر كاين صاحب القيد. رئيس الحكومه السابق من سلا، سلا ما عملتو فيها حتى شي مجهود. هذا بلغوا هذا الشيء لرئيس الحكومه في المجلس الحكومي، قولوا بان الناس ديال سلا راه مدمرين. شكرا. تفضل السيده كاتبه الدوله. شكرا الساده النواب المحترمون. بغيت نطلب منكم نتخيلوا كون ما كانش هذا البرنامج ديال المدن بدون صفيح، فين كنا غنوصلوا؟ اذا البرنامج اعطى نتيجه، يمكن ما كافياش، متفقه معكم. فيما يخص سهب القيد نشتغلوا عليه، لكن المشكل ديال العقار هو ديال خواص، مجموعه وقعت التفويت، مجموعه تعترض، وهذه هي الصعوبه الكبيره ديال توفير العقار يعني اللي مصفى وجاهز باش تنطلق الاشغال عليه. وحنا عندنا اعتبار خاص لمدينه سلا، وكنشتغلوا مع السيد رئيس المجلس ومع السيد العامل على قدم وساق. فيما يخص قرسيف، عندي هنا واحد البطاقه تقنيه يمكن لي نعطيها للسيده الرئيسه تسلمها لكم. فيما يخص حمريه واحد، الاشغال تقريبا وصلت 80% فيما يخص تطهير السائل والطرقات، الماء الصالح للشرب 50%، الكهرباء 40%، حمريه جوج حتى هي غادا كتقدم. وعندنا الاشكال الكبير في قرسيف هو المدن الصفيح، خصنا نخرجوهم باش نجهزوا لهم هذاك العقار وعاد نرجعوهم يسكنوا لي. هذه هي الصعوبه، وغالبا الاسر ما كتنخرج في هذا البرنامج، والعمليه ديال الترحيل ديالهم كتكون صعبه وصعبه جدا. شكرا. شكرا السيده كاتبه الدوله. سؤال عن التقليص من العجز السكني للسيدات والساده النواب المحترمين عن فريق الاصاله والمعاصره. سيد النائب تفضل. شكرا السيده الرئيسه، السيدتان الوزيرتان، السيده الوزراء، السيدات والساده النواب المحترمين. نسائلكم السيد الوزير عن تقليص العجز في قطاع السكن اللي جاء في البرنامج بنسبه 50% في بالنسبه للبرنامج الحكومي للبرنامج ديال الوزاره، وانتاج 800,000 وحده سكنيه في افق 2021. السيد الوزير تفضل. شكرا السيد النائب المحترم. كما قلت سابقا، هناك ضروره ديال دفعه وانطلاقه جديده لهذا القطاع. بالفعل بالنسبه للاهداف، الاهداف البرنامج الحكومي قلصوا العجز من 400,000 اللي هو موجود الان الى 200,000 في 21، وهذا يقتضي ان نتجو سنويا تقريبا 160,000 وحده سكنيه. العام اللي فات درنا 140,000. بالفعل اذا كان واحد التاخر، ونشتغل على اذا واحد الدفعه جديده واعاده انطلاقه والنهوض بهذا القطاع في اطار واحد المقاربه ديال التشاور مع المهنيين مختلف القطاعات الوزاريه المعنيه. مع العلم ان المجهودات موجوده والنتائج موجوده. التقليص في العجز السكني 1,200,000 في بدايه 2000، الان احنا في 400,000. في القضية ديال محاربة السكن غير اللائق ولا السكن الاجتماعي 350,000 وحدة سكنية منذ 2010، 140,000 درهم. بالفعل كان واحد ماشي نفس الإقبال، ولكن عندما الشروط تتوفر
من ناحية التجهيز والنقل إلى غير ذلك، كان كذلك إقبال وساعدنا كثير في معالجة الإشكالية ديال مدن الصفيح. إذن كان إنجازات، كان خصنا نعطيو واحد العناية خاصة للمسألة ديال العالم القروي، وحنا في الآن في طو بلورة واحد المقاربة شمولية اللي بالتأكيد غادي يكون عندها نتائج. شكرا إن شاء الله. الوزير. شكرا. تعقيب السيد نائب. شكرا السيد الوزير. اللي استنتجناه هو أن الكل متفق على أن هناك ما نقولوش إرادة حقيقية، ولكن ليست رؤية واضحة المعالم في هذا الملف. هذا بدا البرنامج في 2004، من 2004 للآن صافي انتهت هذه البرامج وانتهت الاتفاقيات واستنفدت المسائل ديالها. اللي ساكن في دور الصافيح كيشتكي على المستثمر اللي كيقول لك ما عنديش الدعم وما عنديش الامتيازات من عند الدولة، لا 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 السلطة المحلية، لا احنا كمنتخبين على المستوى المحلي، حتى كل شيء تيشتكي. لا بد من مقاربة جديدة، لا بد من إعادة النظر في الاتفاقيات في جميع المشاكل اللي كتحوم حول هذا الملف الشائك. مثلا في الدار البيضاء كاينه تزيئات دابا عقاريه مجهزه، كاينه ضواحي ديال الضابط، ما غيمشي لها حتى شي واحد لانه ما كاينش مقاربه تشاركيه، وما غيمشي لها حتى شي واحد لانه ما تشاوروش مع الناس، غيديهم 20 كيلومتر 30 كيلومتر على الدار البيضاء. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، كاين هذه الطبقه المتوسطه حتى هي ما استفدتش من هذه البرامج نهائيا، طحنت على جميع المستويات الطبقه المتوسطه، حتى في مجال السكن ما استفدتش وما خدتش النصيب ديالها. كاين كذلك هذاك البرنامج ديال 140 ألف درهم، حتى هو ولد ميتا فاشل، شكون اللي استفد منه دابا؟ وفين كاين؟ ولمن كيتعطى؟ وشكون اللي مسؤول عليه؟ وشكون المتحكم فيه؟ وشكون هذه؟ ما كاين حتى حاجه نهائيا. بخلاصة الأمر هنا أنك هناك اختلالات، هناك مشاكل، هناك مشاكل كبيرة. بغاصنا نريح الأرض، نعاودوا برامج جديدة، نعاودوا اتفاقيات جديدة، نعاودوا، لأنه ربما داك الشيء دابا ما بقى حتى شي حاجة واحدة. عامين كنعيشوها سنتين ديال 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 الجمود على مستوى الإنتاج السكني وعلى مستوى. تعقيب إضافي؟ لا تعقيب. وبهذا نكون قد استوفينا كل الأسئلة المتعلقة بهذا القطاع. شكرا لكم على مساهمتكم. ننتقل إلى قطاع العدل. مرحبا سيد الوزير، عندكم 4 الأسئلة. السؤال حول الاهتمام بقضايا وتظلمات الجالية المغربية بالخارج للسيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق العدالة والتنمية. فريق العدالة والتنمية. سؤال حول الاهتمام بقضايا وتظلمات. سيد الوزير، كيجيو مغاربة العالم في العطلة من برا، وأهم مشكل كيكون عندهم هو القضايا الرائجة أمام المحاكم، تأخر المساطر ديالها والتعقيد ديالها. الكل يتساءل عن الإجراءات اللي ممكن تقوم بها الحكومة في إطار تنظيم القضاء وتحديد المحكمة باش يولي يتسرع لهم بهذا الملف هذا. شكرا. شكرا. تفضلوا سيد الوزير. شكرا سيدة الرئيسة، عواشر مباركة وليلة قدر مباركة. إذا نبغي نشكر الفريق ديال العدالة والتنمية على طرح هذا السؤال. العناية بالجالية هي من أولويات الحكومة في إطار توجيهات جلالة الملك، وهي من أولويات وزارة العدل في التحول المؤسسي اللي شهدته بلادنا في تنظيم العدالة، وأخذا بعين الاعتبار بمستجداته سيتم توجيه منشور مشترك إلى كافة المسؤولين القضائيين والإداريين بمحاكم المملكة والمديريات الفرعية بتنسيق مع السيد الرئيس المنتدب للسلطة القضائية وسيد رئيس النيابة العامة. هذا المنشور المشترك اللي هو صيغة جديدة للعمل التشاركي سيحدث لجانا محلية مكونة من قاضي وممثل النيابة العامة وكاتب ضبط لاستقبال شكايات وتظلمات ديال المواطنين وتقديم الخدمات القضائية والإدارية لهم. تم استحداث واحد الخلية مركزية لمتابعة هذا العمل في المحاكم، ووضع قاعدة بيانات موحدة بين جميع المحاكم ديال المملكة تتضمن المعلومات والمعطيات الإحصائية. غادي يتم كذلك متابعة قضايا أفراد الجالية المتعلقة باستيفاء النفقة بالخارج في إطار اتفاقية نيويورك الدولية،
كل ما يتعلق بالمساعدة القضائية، وتم إعداد مطويات باللغات الإسبانية والفرنسية والإنجليزية للجالية. طبيعة الحال تشارك وزارة العدل ضمن أنشطة الحكومة في كل اللجان المعنية بعودة الجالية المغربية. وأود أن أشير أيضا إلى الدور الذي يلعبه قضاة الاتصال المعينون بعدد من عواصم الأجنبية. إذن هناك يقضى من أجل شكرا أن... شكرا السيد الوزير. السيدة النائبة تعقيب، تفضل السيد النائب. شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد الوزير على جميع المجهودات المبذولة والملاحظة للعيان، لكن مرة أخرى لابد أن نثير موضوع مافيا العقار والذي تتضرر منه الجالية المغربية بشكل كبير. موضوع الطلاق والتطليق السيد الوزير لا تأخذ المحكمة بالوكالة ولا بنظام الإعفاء، مع أن الحيز الزمني ما بين الجلسة والأخرى يتجاوز الشهر. موضوع الزواج المختلط وطائقه كثيرة وإجراءاته طويلة ومعقدة. تديول الأحكام والعقود بالصيغة التنفيذية رغم بساطة الإجراء لكن يستغرق حيزا زمنيا طويلا. الابتزاز الذي يتعرض له المواطنون من الجالية، كنشوفوا فيهم في واحد المجموعة ديال المصالح الأورود دولار، ما كنشوفوش فيهم المواطنة والحق اللي خولوا لهم الدستور المغربي. لذلك ندعوكم السيد الوزير ومن خلالكم إلى إحداث شبابيك خاصة لاستقبال الجالية المغربية بالخارج، إلى انتداب هيئات خاصة للبت في القضايا خاصة في فترة العطلة السنوية، إلى إحداث شباك وحيد لتتبع قضايا الجالية المغربية تمثل فيه القضاة كتاب الضبط وأيضا رجال الشرطة والدرك، توحيد الاجتهاد في الوثائق بين المحاكم المغربية. هي مناسبة كذلك لنشيد بالجالية المغربية وبدورها في الدفاع عن الوحدة الوطنية، عن نشر قيم العدل والتسامح والتعريف بالمور الثقافي المغربي، عن المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. شكرا سيد الرئيس. شكرا على احترام الوقت. تعقيب إضافي، تفضل. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، السيد الوزير، بغينا فقط نذكركم بإعادة النظر في قانون جنائي اللي كيتعاطى مع القضية ديال الشكاية المجهولة اللي خلق قلق. الناس اليوم برا كتفكر باش السجن، وحنا باقي كنوسعوهم باش نزيدوا فيهم الناس. والإشكال اللي كثر من هذا اللي جاطم بالله هو ملي كندوي واحد شهور الحبس نجي خرج كنقول عندك 100 ديال ديال ما نعرفش شحال ديال الايام عام ديال السجن اضافي على ديك الغرامه، ما حيخلص وعيبقى عندكم عاد تخلصوا عليه الماكله والنعاس والضوء والماء والحراس. واش ما فكرتوش في هذا الشيء؟ وحنا في غنى عنه سيد الوزير. واش باقي ما وصل الوقت باش نجلسوا ونقولوا بارك الله يجزيكم بخير؟ راه السجون ديالنا مملوعه بالناس اللي مظلومين او شبه مظلومين، لان ذات القدره ذات الناس. بغينا هاد الناس هادو ندمجوهم ونشوفوا الحاله ديال السيد الوزير قبل ما يدخلوا للكراش. بحال عدد اللي عندكم رشورشي السيد الوزير؟ كاين السيد الوزير غير اريد ان اطمئن السيده والساده النواب ان كل محكمه من محاكم المملكه غتشكل فيها لجنه مشكله من قاضي وممثل النيابه العامه وكاتب ضبط. مهمتها الأساسية هي المرافقة اليومية لمغاربة الخارج والتدخل لتدليل كل العقبات ولإرشادهم نحو المساطر الملائمة لحل الإشكالات، مع احترام كامل لمقتضيات السلطة القضائية. شكرا. شكرا. شكرا السيد الوزير. سؤال الموالي حول تقريب القضاء من المواطنين للسيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب. عن تقريب القضاء من المواطنين وسائلكم سيد الوزير. شكرا سيدة الرئيسة، شكرا لفريق التجمع الدستوري على هذا الموضوع المهم. أني لست بحاجة للتذكير بأهمية تقريب القضاء من المتقاضين ولا التأكيد على الأولوية التي يحتلها هذا الهاجس في انشغالات الحكومة. أريد أن أشير إلى أن هذا الانشغال تجسد فعليا بصدور
المرسوم المتعلق بالخريطة القضائية الجديدة والذي دخل حيز التطبيق بمجرد نشره بالجريدة الرسمية في 28 دجنبر الماضي. هذا المرسوم ينص على إحداث محكمة استئناف جديدة بجهة قلميم واد نونو، وهي محكمة الاستئناف قلميم، ترقية 7 مراكز قضائية إلى محاكم ابتدائية بحكم وجود عملاء. يتعلق الأمر بتنغير الحاجب بيوغرا سيدي إفني المضيق أجرادة دريوش، ترقية 5 مراكز قضائية إلى محاكم ابتدائية بحكم عدد القضايا المسجلة رغم عدم وجود عملاء. يتعلق الأمر بتفلت مشرع بالقصيري بوزنيقة سوق السبت ولد نمة وترقيست، إحداث محكمة ابتدائية جديدة بتحنوت. في هذه المراجعة كتصبح عندنا 22 محكمة استئناف بدل 21، 83 محكمة ابتدائية بدل 70. تعقيب تفضل سيدنا. سيد الوزير، احنا هادشي كلشي اللي جا في المداخلة ديالك فعلا كيأكد مدى تقريب القضاء المواطنين، ولكن احنا في فريق التجمع الدستوري كنا نرغب بالنسبة لبعض المراكز القضاة المقيمين اللي تم الإغلاق ديالها أنها فعلا كان خص يكون الإغلاق ديالها يكون بني على واحد الدراسة، لأن هذه المراكز القضاة المقيمين منها مثلا المراكز اللي تابعة للميدلت من ديال تونفيت، ومنها المراكز اللي تابعة للصفرو كمركز ديال رباط الخير ومركز ديال مجزر كندر، هذا الإغلاق ديال هذه المراكز هذه الحق الضرر بالمواطنين وبعد عليهم القضاء وما بقاش قريب عندهم، كخص المراجعة ديال هذا القرار اللي كان تم في العهد ديال الوزير السابق اللي كان مجموعة ديال المسؤولين القضائيين عارضوا فعلا غلق بعض المراكز. ثم أنه بالنسبة لإحداث بعض المحاكم الابتدائية شيء جميل أنه الترقية ديالها قرب القضاء المواطنين، ولكن كان بالنسبة لبعض المراكز أخرى كان خصها تستافد منها مركز القاضي المقيم بتهلة، حيث عدد الساكنة ديالو يفوق 120 ألف نسمة، ثم بالنسبة للجامعات بعيدة على تزاد 140 كيلومتر 120 كيلومتر، جامعات عديدة منها جامعة ديال بويبلان، جامعة ديال تزارين، جامعة ديال بوزملان إلى آخره. كل سيد نائب شكرا. تعقيب إضافي حول الموضوع؟ لا تعقيب، تفضل سيدنا. ما بقاش الوقت السيد الوزير. إذن نمر إلى السؤال الموالي حول تسريع تنفيذ الأحكام القضائية ومعالجة الملفات للسيدات والسادة النواب عن الفريق الاشتراكي. السيد الوزير المحترم، تعرفوا أو أن المواطن لما يلجأ للقضاء السيد الوزير أنه يلجأ من أجل غايتين، أولا هو الحصول على حكم في زمن قضائي معقول، وكذلك الوصول إلى تنفيذ هذا الحكم. لذلك نسألكم سيد الوزير، ما هي الإجراءات التي تتخذها وزارتكم من أجل أولا التسريع في معالجة الملفات، وكذلك في حصول المواطن على حقوقه بتنفيذ الأحكام والتسريع بهذه العملية ديال التنفيذات؟ شكرا. تفضل سيد الوزير. شكرا الفريق وشكرا السيدة نائبة، نتفق معك تماما. إذن المشهودات اللي تبدلت مكنتنا من الوصول سنة 2017 إلى الأرقام التالية. بلغ عدد الملفات المنفذة بالمحاكم الابتدائية سنة 2017 ما مجموعه 235,128 ملفا، متجاوزا بذلك الملفات المسجلة وهو 221,817، أي بنسبة التنفيذ بلغت 106.03. بالنسبة للمحاكم الإدارية تم تنفيذ 8,210 ملف من أصل الملفات المسجلة هو 7,394، نسبة التنفيذ بلغت 111.4%. هذا تجسده المبالغ المالية المنفذة هذه السنة من لدى المحاكم الإدارية، واللي بلغ 3,872,845,469.66 درهما. هذا مبلغ كبير ومجهود كبير. الإدارية ضربت وحدها تجاوزت المليار درهم في حدود 30 ماي من هذا الشهر. المحاكم التجارية تم تنفيذ
62 ملفا من مجموع الملفات المسجله وهي 44457 اي ما يوازي 105.2. تعقيب السيده النائبه الرئيسه. السيد الوزير ما قلته لا نشكك فيه، لكن مع ذلك يظل ان هناك عرقلة في تنفيذ مجموعة من الأحكام، خصوصا الأحكام الصادرة ضد مؤسسات الدولة، خصوصا الملفات المتعلقة كذلك بنزع الملكية. المشكل السيد الرئيس السيد الوزير هو أن هناك تعنت من طرف مرافق الدولة في تنفيذ الأحكام. كانت هناك مبادرة جريئة للمحكمة الإدارية بالرباط لإرغام الدولة على تنفيذ مجموعة من الأحكام بطريقة لبقة، وهي وضع واحد الجدولة زمنية وإجراء اتفاقيات معينة، إلا أن كذلك باءت بالفشل لتعنت مؤسسات الدولة. بالإضافة لذلك السيد الوزير، أن هناك أحكام تصدر ولكن تحريرها قد يظل يعني بين يدي القاضي لمدة تتجاوز 6 و9 أشهر، ولنا أمثلة كثيرة جدا. شكرا شكرا شكرا. تعقيب إضافي حول الموضوع، تفضل السيد النائب. شكرا السيدة الرئيسة، شكرا السيد الوزير. في هذا الإطار أريد أن أنبه إلى أن التماطل في تنفيذ الأحكام غيسبب لنا في خطر كبير، وهو تعريض هبة القضاء ديالنا للخطر والثقة ديال المواطن في الأحكام القضائية وفي الجهاز القضائي عموما. ولذلك أنا تنذكر بملفات اجتماعية حارقة تتعلق بالعمال المطرودين في الفنادق ديال ورزازات، على رأسهم فندق بليرمية، و11 العامل وعاملة من 2009 طردوا طرد جماعي، 2011 حكم نهائي في النقض والإبرام في الاستئناف ثم النقض والإبرام، لا تنفيذ لحقوقهم إلى اليوم. ولذلك القضاء أش من قيمة غتكون عنده إلى ما كان شيء إنصاف حقيقي وتنفيذ الأحكام. وشكرا. شكرا السيد الوزير. نشوف الوزير. شكرا. غير بغي نقول ان هذه معضله حقيقيه، ولكن ايضا لابد ان نقر ان الحكومه عاطيه اهميه كبيره، وان رئيس الحكومه شخصيا انشا لجنه لمباشره التنفيذ ضد المؤسسات العموميه، وانه هذا السنه 2017 الان مازال ما عندناش الارقام ديال 2018 نفذنا 3 مليار و200 مليون درهم ضد مؤسسة القطاع العام. شكرا شكرا شكرا. سؤال آخر حول ظاهرة الاستيلاء على العقارات غير المحفظة بدون موجب حق للسيدات والسادة النواب عن فريق الأصالة والمعاصرة، تفضل السيد النائب. الرئيسة سيد الوزير، أصبحت كلمة عقار في الآونة الأخيرة ترتبط بكلمة المافيا، مافيا العقار التي أصبح الكل يتكلم عليها. لذا نسائلكم حول التدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل حماية الملكية، ملكية العقار، ملكية العقارات الغير محفظة. وشكرا. تفضل السيد الوزير. شكرا جزيلا لفريق الأصالة والمعاصرة على إثارة هذا الموضوع، وهذا موضوع بالغ التعقيد وعنده حساسية كبيرة. أود في البداية أن أشير إلى أن المغرب يتمتع باستقرار وبأمن عقاري. 6 مليون ديال الرسوم عقارية يعني موجودة بشكل عادي وطبيعي. بطبيعة الحال في السنوات الأخيرة برزت للأسف الشديد هذه العملية ديال الاستيلاء غير المشروع على العقارات، وبرزت واحد العدد ديال الجرائم منظمه. حنا خدينا واحد العدد ديال التدابير للخروج من هذه الوضعيه بالتنسيق بين مختلف الادارات والتنسيق بين العدول والموثقين والمحامين. وفي هذا الاطار تمت واحد العدد ديال الجهود منها التشريعيه والتنظيميه، وبتعاون مع مجلسكم موقر تمت المصادقه على تعديل مقتضيات الماده 4 من مدونه الحقوق العينيه التي أضافت الوكالة إلى الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي. هناك تعاون كبير جدا مع الهيئة الوطنية للعدول والمحامين والموثقين. وما دام السؤال يتحدث عن العدول والدور ديالهم، أود أن أشير إلى أن الهيئة تقوم بمجهود جبار، وأن هذه المهنة فيها كثير من النزهاء والشرفاء، وأحيانا تحدث بعض التجاوزات،
وهذه السنة يمكن لنا أن تكون الإحصائيات المتعلقة بالعقوبات التأديبية والجنائية الصادرة في حق السادة العدول سنة 2017 شهدت صدور 34 عقوبة تأديبية منها 5 حالات للعزل 17 إنذار 3 توبيخات و9 حالات للإقصاء المؤقت. نفس السنة صدرت شهدت صدور 38 حكم قضائي زجري في حق العدول بسبب أفعال تمس عمله منها 29 حكما بالإدانة 9 الأحكام بالبراءة ولازال هناك 47 ملفا رائجا في طور المحاكمة. وأود أن أحيي اليقظة والحيوية ديال الهيئة الوطنية للعدول وغالبية السادة العدول يقومون بواجبهم في التصدي لظاهرة الاستيلاء. شكرا. تعقيب السيد النائب. شكرا سيد الوزير. سيد الوزير، إن الحكومة في إطار محاربتها للاستيلاء على ملك الغير ركزت على العقار المحفظ دون أن تضع مسطرة وتدابير الحد من السطو على الأملاك الغير محفظة سواء التي تعود ملكيتها للدولة أو الخواص. وهنا يجب أن نتحدث عن المتدخلين في هذا المجال، أولهم الشهود. كيف يمكن قبول شهادة شهود في ملكية لا ينتمون للمنطقة التي يتواجد بها العقار؟ وهذا نجده في مجموعة الوثائق العدلية إبان تحرير رسم الملكية. كيف يمكن قبول شهادة شهود سنهم لا يمكن أن يسمح لهم أن يكون بإلمام ومعرفة بالمالك المفترض، حيث أن الشاب من 18 أو 20 سنة يمكن أن يكون شاهدا على حيازة هادئة أو مستمرة منذ 10 سنوات في مواجهة الأغيار و40 سنة في مواجهة الأنساب، في حين أنه يمكن أنه يكون بنزل قامت زاد وشاهد. البحث الذي تقوم به السلطة في منح الإذن إنجاز رسم استمرار لا يكون ناجعا ولا يشكل مراقبة قبلية صارمة بأحقية الطالب في كونه هو المالك الحقيقي. وهنا نتساءل حول مسطرة تحفيظ أملاك الدولة، ألم يحل الوقت بعد لتقوم الدولة والإدارات العمومية بتحفيظ أملاكها للحفاظ على مخزون استراتيجي من العقار، خاصة وأن التحفيظ الإجباري رأى النور بمقتضى القانون 1407 منذ 11 سنة ولم يفعل ولو ملف واحد إلى غاية اليوم، أي 8 سنين هذه باش خرج القانون ولم ملف واحد استفد من مسطرة التحفيظ الإجباري، رغم أن مسطرة التحفيظ أنه في إعفاء من رسوم التحفيظ. وهنا نتساءل أشنو الغاية من هذا التشريع في حين أنه نشرع لقوانين وتظل معطلة سواء بالمرسوم مراسيم التي لا تصدر. تعقيب إضافي حول الموضوع، تفضل السيد النائب. رئيسة، السيد الوزير هذا الشيء ديال تبنضيت والاستيلاء على العقارات ديال الملك ما كاينش فقط غير في العقارات، موجود أيضا في السياسة، لأنه اليوم كاين اللي باغي يستولي على القيم وعلى الثوابت ديال المغاربة. ما وقع الأسبوع الماضي السيد الوزير مخيف وخطير، نشاط ملكي تجيش لواحد المجموعة ديال الأشخاص اللي تيتعدوا على رؤوس الأصابع، الهدف ديالهم هو انهم يخلقوا البلبله والفتنه في الارض وفي البلاد عبر التصوير، واحد المشهد اللي ما عنده حتى شي علاقه بالواقع. واش الا ما نوقروش المؤسسه الملكيه اليوم في البلاد شنو بقى لنا ما نوقرو؟ ثانيا، واش هذه هي الاخلاق والقيم اللي تربوا عليها المغاربه؟ هذه القيم والاخلاق اللي تعاملوا بها السياسيين في بلادنا؟ جهات معلومه باغيه تخلق فتنه حقيقيه في البلاد، تجمع قوي بالقياده ديالو وبالمناضلين ديالو وبالاطر ديالو، وما غاديش نسمحوا لشي واحد اللي يعتبر في يوم من الايام بان التجمع حيتقصر. سيد الوزير كنطلبوا منكم تفتحوا تحقيق عاجل لان ما وقع خطير، عدم يعني التوجه الى المؤسسه الملكيه في نشاط رسمي باش نعطيه واحد الصوره ونوجهه واحد الراي العام معين، هذا مخيف ما غنسكتوش عليه، كنعتبروه موجه لنا بشكل مباشر، وحنا كنقولوا هذا الكلام هذا وحنا كنتحملوا مسؤوليتنا كامله، لانه اللي باغي يوقع اليوم باغي يدير واقعه اليوم بين المغاربه وبين القيادات ديال المجموعه ديال الاحزاب السياسيه الوطنيه. نحترم الهيئات ولكن الاشخاص اللي كتصطاد في الماء العكير ما غنسمحوش لها انها تمشي في هذا الاتجاه هذا. كنطالبوا منكم تحملوا مسؤوليتكم الحكومه والدوله، لان اللعب اليوم ما بقاش لعب صغير، بلاد غارقه في اشكالات اجتماعيه مرتبطه بسوء ديال تدبير ملفات مرتبطه بالقدره الشرائيه ديال المغاربه، كنخلقوا صراعات ونقاشات فارغه. شنو باغي نقولوا للمغاربه؟ باغي نقول لهم بان السياسيين ولاو دراري صغار، اسمحوا لي، لن ننساق في هذه المسارات هذه لانها مسارات مكلفه كافه من العبث، استمرينا في سنوات وحنا كنشوفوا عبث واضح ما غنقبلوهش، التجمع ما غيقبلش هذا الشيء، غيستمر يدافع على القياده ديالو على المناضلين ديالو. وغالط واهم من يعتقد باننا حيتقصير، حنا غادي نواجهوا التصرفات الصبيانيه واللي اليوم مشات المدى بعيد، المؤسسه الملكيه ديال المغاربه كاملين ما ديال حتى شي واحد.
تفضل السيد، تفضل السيد الوزير. شكرا جزيلا سيد النائب المحترم. غير اود في هذه العواشر المباركه ان اذكر بان المغاربه تاريخيا يحيطنا المؤسسه الملكيه وانشطه جلاله الملك والمراسم المرتبطه بها بكثير من الوقار والحرمه والهيبه، ويجب تمسكا بهذه التقاليد كفاعلين سياسيين أن ننأى وأن نبتعد عن الزج بالمؤسسة الملكية في صراعات سياسية. ما حدث غير مقبول ولا يمكن أن نسمح به، والحكومة من خلال أجهزتها المختصة ستباشر التحقيقات الضرورية والقانون سيجد مدى. ولكن في نفس الوقت لابد أن نستحضر أن الحكومة واعية بحجم التدمر الاجتماعي وبتعبيرات القلق التي يعبر عنها المجتمع بوسائل مختلفة. هناك صعوبات، هناك إكراهات، بمبادرة رائدة ستتعبأ الحكومة بمختلف وزاراتها للتجاوب الفعلي مع تطلعات الناس. يجب أن نرفع من أجواء الثقة، أن نعيد الحوار إلى المؤسسات الدستورية، وأن تتفاعل كل الهيئات معارضة وأغلبية على الانتصار للوطن. صحيح نواجه مرحلة دقيقة، يجب أن نرتقي جميعا إلى ما تطلبه هذه المرحلة من استحضار للمصالح العليا من الوطن، من تجند وتعبئة وراء جلالة الملك، ومن أن نستحضر جميعا أن الخلاف السياسي والتنافس السياسي والتدافع فيما بيننا يجب أن يتم باحترام للقيم، بتدبير حضاري للاختلافات، وأن نحافظ وأن نترك المؤسسة الملكية بعيدة عن هذه الصراعات الصغيرة، وأن نحافظ للمؤسسة الملكية على ما كان لها دائما من توقير وحرمة وهيبة. والحكومة ستعلن في المقبل من الأيام عن حزبة من التدابير هدفها الأساسي التعاطي الإيجابي. شكرا. مع تعبيرات الشارع والمواطنات والمواطنين. شكرا سيد الوزير، شكرا سيد الوزير على تعاونكم. ونمر إلى القطاع الموالي، القطاع المكلف بالنقل. عندكم بعض الأسئلة السيد كاتب الدولة. مرحبا. سؤال عن وضعية متقاعدي المكتب الوطني للسكك الحديدة للسيدات والسادة النواب المحترمين عن العدالة والتنمية. تفضل. شكرا سيد الوزير. عن وضعية متقاعدي المكتب الوطني للسكك الحديدية نسائلكم. سيد تفضل سيد الوزير. السيد النائب المحترم تعلم على انه بالفعل المكتب الوطني للسكك الحديديه في اطار التعاقد اللي عنده مع المستخدمين ديالو عنده سياسه اللي هي سياسه على الاشتغال، ولكن ايضا سياسه مرتبطه بالنظام ديال التقاعدي. فالنظام ديال المعاشات يحول لجميع المتقاعدين بدون استثناء الارسار. كاين ما هو مرتبط بالتغطيه الصحيه، كاين مؤسسه مستقله ديال السككيين هي اللي تدبر هذه العمليه، والحمد لله ما عندش المكتب اي شكايه بانهم لا يتوفرون على هذه الامور اللي هي مرتبطه بالتغطيه الصحيه. كاين اشكال في بعض ما هو سكن اجتماعي، واقول سكن اجتماعي اللي هو مخصص لهذه الفئه، واللي المكتب الوطني عنده عدة اتفاقيات مع مؤسسات تمويلية على أساس أنه يكون طرف في الدعم. اليوم كاين مشاريع اللي هي جاهزة، كاين اللي يستفدوا منها، وكاين بعض الإشكالات وخاصة الإشكالات الإدارية في بعض المحطات بالنسبة لهؤلاء المتقاعدين. شكرا. شكرا. تفضل السيد نائب تعقيب. شكرا السيدة الرئيسة. السيد الوزير نتمنى مجهوداتكم في هذا الخصوص. هذه الفئه السيد الوزير ما يمكنش يكون الجزاء ديال الخدمه ديالها انه يتم الضغط عليها في ملفات اجتماعيه من طرف الاداره ديال المكتب الوطني للسكك الحديديه. فالممثلين ديال هذه الفئه هذه، وخاصه بعد ان حظوا بالاستقبال ديالكم، كيتشكاو من المضايقات ديال هذه الاداره، فنتمنى انكم توجدوا لهم الحل. بالاضافه السيد الوزير، فعلا مجموعة المشاكل تحلت، ولكن المشكل الكبير والعويص هو الضغط اللي تيتدار عليهم من أجل مغادرة السكن الوظيفي بدون إيجاد حل ملائم لهذه الفئة هذه.
ومن خلالكم السيد الوزير ومن خلال هذه المؤسسة المحترمة لابد أن نمر على فئات أخرى من المتقاعدين لتي يعانيوا في صمت. فإلا جينا نهضروا السيد الوزير على العمال المتقاعدين المناجم خاصة المنجم ديال أحوليم بلاد زيدة، الناس اللي قضوا النحب ديالهم وتوفوا الأرامل ديالهم كيستفدوا من رواتب أقل من 500 درهم، كيفاش يعيشوا هذه المعيشة والمتطلبات ديال هذه الظروف الحالية؟ وأيضا بالإضافة أن هناك فئات أخرى، القوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية فيها الناس اللي مازال الرواتب ديالهم أقل من 1400 درهم 1500 درهم، فلا بد السيد الوزير من الالتفات لهذه الفئة بالإضافة لفئات أخرى لا القطاع العام ولا القطاع الخاص، لابدأ أننا نراعي لهم. وهذا السكن الاجتماعي اللي كيدار، ألا ترون السيد الوزير ومن خلالكم الحكومة أن هذه الفئة هذه تستفد منه؟ تعقيب إضافي حول الموضوع؟ لا تعقيب، تفضل. ترم تعلم على أنه بالفعل السكن الوظيفي هو مرتبط بالوظيفة، فالإنسان مين ما تيبقاش في الوظيفة بمعنى تيمشي للتقاعد خاصو يخرج من السكن الوظيفي، لأنه إلا ما خرج من السكن الوظيفي من لا يستفيد هم زملاؤه الآخرون اللي خصهم هما يستفدوا من ذاك السكن. عندنا نموذج ديال الجديدة اللي بالفعل تكلمتوا على 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 بعض المتقاعدين في هذا السياق، أن حكم قضائي اللي هو نهائي على أساس أنهم يفرغوا المساكن ديالهم لأنهم ملتزمين ومسنيين وليغاليزين على انهم خصهم يخرجوا من يساليو، الاداره لحد الان تدير معهم الحلول السلميه ورغم مازال في ذاك المساكن، لانه اعتبارا لهذا الشيء اللي تكلمت عليه انت السيد النائب، لانه بالفعل لا يمكن ان نقبل انه فئه اللي خدمات في المكتب لسنوات انه تمارس عليها ضغوط. الا كاين شي حاجه من هذا الشيء اللي قلته انا اريد ان اتوصل بالشكايه ديال هاد الناس، لا علم لي على انهم تمارسوا عليهم ضغوط اداريه. شكرا. بشي تعقيب السيد النائب. إذا نمر للسؤال الموالي حول الآثار الاجتماعية لحوادث السير للسيدات والسادة النواب عن فريق العدالة والتنمية. تفضل السيد النائب. شكرا السيدة الرئيسة، السيد كاتب الدولة المحترم، رغم المجهودات المقدرة اللي كتقوموا بها في مجال السلامة الطرقية لازال بلادنا فيها يعني عدد كبير من الضحايا، إذا نسائلكم عن دراسة الأثر الاجتماعية وعن الإجراءات المتخذة من أجل المواكبة والمعالجة وشكرا. سيد كاتب الدولة. شكرا سيد النائب المحترم، تعلم على أنه بالفعل اليوم الاستراتيجية الوطنية 2017-2026 هي استراتيجية طموحة في مجال السلامة الطرقية وتهديف إلى تقليص عدد القتلى بحوالي 50%. اليوم الآثار الاجتماعية والاقتصادية تقدرها منظمة الصحة العالمية بين 1-2% من الناتج الداخلي القومي، بمعنى تقريبا حنا تنقولوا بالمغرب 12-15 مليار درهم. اليوم الوزارة من خلال هذه الاستراتيجية دايره اتفاقية مع المركز الوطني للبحث العلمي للسيناريستي على أساس أننا عندنا تقريبا مليار سنتيم اللي هو في البحث في المجال الآثار الاقتصادية والاجتماعية لحوادث السير، على أساس أن الدراسة ديال هذه الآثار هي اللي غتعطينا تعديل الاستراتيجية ولما لا إحداث إجراءات جديدة في الاستراتيجية الوطنية على أساس تقويم ما يمكن تقويمه أو إعادة النظر في الإجراءات اللي تنقوم بها. شكرا. شكرا. تعقيب الإضافي الأخ نائب. ماشي تعقيب إضافي، هذا تعقيب السيد الرئيس. تعقيب ديال السؤال. تفضل. شكرا سيد الرئيس. السيد الوزير، أهمية السؤال تكمن في أننا على أبواب الصيف، والصيف يعني العطلة، والعطلة تعني ضخا لأساطيل كثيرة في الطرقات ديال بلادنا، كنزيدوا عليها ديال الجالية المغربية في الخارج، هذا يعني لا قدر الله حوادث، وهذا يعني كذلك اتساعا للأضرار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لحوادث السير. إذا أطرنا هذا الموضوع فلكي نطرح التساؤل، متى ستنتهي يعني سينتهي مسلسل ديال فقدان الأسر لمعيليها، فقداننا لخبرات ويد عاملة مجربة ذات خبرة؟ ملي كنطرح هذا الشيء كله هذا يقودنا إلى البحث عن المسؤوليات، والبحث عن المسؤوليات دائما في الواقع أننا كاين تقادف ديال المسؤوليات، كلها كاين عطل آخر، في الحين أن المسؤول عن هذه الكوارث
هو كل الضمائر، انا انت انتما هما هم هنا الى اخره. يعني الحكومه مسؤوله والمجتمع المدني مسؤول والمجالس مسؤوله، ولكن كذلك المواطن مسؤول. مشكور السيد الوزير على مجهوداتكم في هذا الاتجاه ديال الحد من الاضرار، سيما في عملكم على اخراج القانون 103/14 المتعلق بالوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه، والذي نسالكم بالمناسبه عن مآله وعن تفعيل مضامينه. هذه الاضرار لابد ان تتوقف السيد الوزير من خلال الضفور للمجهودات ديال جميع الضمائر المسؤوله ديال كل المتدخلين فيما يخص هذه الكوارث ديال حوادث السير التي فعلا تضع بلادنا في مصاف الدول التي لا تشرفها الارقام. تعقيب اضافي حول الاثار الاجتماعيه لحوادث السير. لا تعقيب. السيد كاتب الدوله تفضل. السيد الرئيس، هو لا يمكن ان يشرفنا انه يموت مغربي واحد على الطرق ديالنا، لكن يجب ان نعتذر بان هناك تحسن في المؤشرات ديال عدد القتلى وايضا في المؤشرات اللي مرتبطه بالسلامه الطرقيه. اليوم المقاربه هي مقاربه شموليه بالفعل، اعتبار انه اكثر من 90% اليوم ديال عدد القتلى والحوادث ديال السير هي مرتبطه بالسلوك، وحوالي اقل من 10% مرتبطه بالعربه بالحاله الميكانيكيه وايضا بالبنيه التحتيه. اذا هذه 90% فيها عناصر متداخله. اليوم الوزاره تشتغل على الصعيد الوطني المركزي وتشتغل ايضا مع مؤسسات المجتمع المدني، واليوم عندها مقاربه تشاركيه جديده مع العمالات ومع الاقاليم ومع السلطات المحليه على اساس تحسيس ايضا المنتخبين على انهم خصو تكون عندهم ادوار حقيقيه وفعليه في المجال عندما يقوموا بالبرنامج ديال التنميه المحليه، وايضا عندما تكون هناك برنامج اللي هو مرتبط بالمدينة على أساس أننا نركز فيه على المداخل الحقيقية لهذه الأسباب ديال الحوادث السير. شكرا. شكرا. السؤال الموالي يتعلق بتقييم نجاعة الإجراءات المتخذة في مجال السلامة الطرقية للسيدات والسادة النواب عن فريق الأصالة والمعاصرة. تفضل السيد النائب. شكرا السيدة الرئيسة. السيد الوزير، في ظل هذه الأرقام المفزعة ديال ضحايا حوادث السير واللي ولات تضاهي ما يقع في الحروب، نسائلكم عن مدى نجاعة الإجراءات المتخذة في السلامة الطرقية. شكرا. السيد كاتب الدولة. السيد الرئيس، شكرا للسيد النائب المحترم. هو النجاعة أنا نعطيك أرقام، لأنه من بين الوسائل ديال التقييم هناك التقييم اللي هو مرتبط بالسوبجيكتيف وهناك مرتبط بالأمور اللي هي موضوعية واللي هي رقمية. لولا انه ما درناش الاستراتيجيه منذ 2003 ديال المغرب، كنا في تصاعد منحنى تصاعدي زائد 5% عدد القتلى سنويا. ابتداء من التطبيق ديال الاستراتيجيه نحن الان بالمعدل ناقص 3% سنويا. اذا عندك 8 ديال النقاط ديال النجاعه في هذه الاستراتيجيه. مؤشر الخطوره هو اللي تعطينا الخطوره ديال الحوادث، لان وان كثرت الحوادث المؤشر ديال الخطوره السيد النائب ربحنا فيه 8 ديال النقط من 23.5% الى حوالي 16%، بمعنى ربحنا 8 ديال النقط مؤشر الخطوره، بمعنى الحوادث اللي عندنا في المغرب اقل خطوره في 2017 مما كانت عليه هذه 10 سنوات. ثم ايضا المعدل ديال الوفيات ربحنا فيه ايضا 1.6 نقطه من حوالي اكثر من 6 الى 4.4، بمعنى هذه المؤشرات ديال النجاعه اللي المنظمات العالميه تعتمدها كلها تؤكد على انه الاستراتيجيه والحمد لله كانت في محلها، لكن هذا ما تيمنعش على اننا نقول لا زالت الارقام مهوله ويجب ان نقوم اكثر مما نقوم به حاليا لكي نصل الى ما يبغيه المغاربه. شكرا. شكرا. تفضل تعقيب السيد النائب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، بديتي لي بالارقام، أنا سأحيلك على الرقم الحقيقي اللي تيشعروا به المغاربة، هو الرقم ديال حوادث السير. من نهار تحملت المسؤولية ديال هاد المرفق 7 سنين هذه والحوادث في ارتفاع، حتى ولا المواطن تيتساءل شنو علاقة هاد الحكومة مع ارتفاع حوادث السير من 65,000 الأرقام تتكلم، من 65,000 من 65,000 في 2010 اليوم وصلنا أكثر من 90,000. ايوا على الارقام هذه، هذا هو الرقم اللي بغيتك تتكلم عليا عليها السيد الوزير. هذا المشكل هذا ما فيه السياسه السيد الوزير. شوف هذا المشكل يسائلنا جميعا. لا 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 السيده الرئيسه، لا وضبطي معايا التوقيت اللي يرضي عليك، الافكار ما غيمشيو غير تهناو. على كل حال تفضل
هذا المشكل السيد الوزير يسائلنا جميعا، ماشي فقط انتم كحكومه ولكن يسائلكم اكثر. النجاعه ديال السلامه الطرقيه خصها تبدا في الاساس، هو مشكل سلوك. اين هي السلامه الطرقيه في المنظومه التعليميه؟ هذا يعني منعدمه تماما. اليوم السلامه الطرقيه تجي تستعملوها موسميا فقط، الحملات التحسيسيه ما نتذكروش. الجانب المتعلق اللي هو مهم بزاف ديال 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 الجمعيات والمجتمع المدني، يعني هملتوهم ولاو تيشحتوا. هادو دابا واحد 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 الفاعل الاساسي اللي راه غادي يعاونكم. هادشي كامل الا جمعناه تلقوا بانه خصنا المزيد من العمل في هذا في هذا في هذا الاطار هذا باش نحاربوا هذه الارقام المهوله اللي جالسه تدخل علينا ولا تنتقدوا فيها. تعقيب اضافي حول الموضوع؟ لا تعقيب، تفضل السيد كتيب. شكرا السيد الرئيس. هو السيد النائب المحترم الموضوع خصك تشوفوا بشموليته. المغرب هذه 10 سنوات كان فيه 1.7 مليون عربة، اليوم في حوالي 4 مليون ديال العربات. الناس الموضوعيين ما تيشوفوش لا فالور ابسولو، القيمه المجرده، تيوضعوا ذاك الرقم ديال الحوادث على العدد. المغرب السيد النائب المحترم الا قسمنا عدد ديال الحوادث وعدد القتلى على عدد العربات راه حنا في رقم 10، و10 هو اللي عند الولايات المتحده الامريكيه في نفس الترتيب. إذا من جيو نقولوا كلام المجتمع المدني، كنا نشتغل هذه 10 سنوات مع 100 جمعية، اليوم نشتغل مع أكثر من 800 جمعية. إذا نمر إلى السؤال آخر، سؤال في ملف النقل. آخر سؤال في ملف النقل، السؤال حول إجراءات السلامة في الطرق السيارة للسيدات والسادة النواب عن فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضل السيد النائب. السيد الوزير المحترم، تتكرر بشكل ملفت للنظر. لا، إذا سمحتوا نسمعوا هذا السؤال مهم، تفضلوا. السيد الوزير المحترم، تتكرر بشكل ملفت للنظر الحوادث المرورية والاعتداءات على المواطنين المستعملين لطريق السيارة، وقد خلفت هذه الحوادث عدة ضحايا في مجموعة من المقاطع تعتبر نقطة سوداء. من ضمن هذه المقاطع مقطع برشيد دار بيضاء مراكش أكادير تيفلت خميسات. لذا نسائلكم سيد الوزير المحترم عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل سلامة وأمن مستعملي هذه الطرق، وشكرا. شكرا، تفضل السيد كاتب الدولة. سيد الرئيس، شكرا السيد النائب المحترم على طرح هذا السؤال واللي بالفعل هو سؤال مقلق. أنا معك، اليوم الوزارة وطرق السيارة منشغلون كثيرا بهذه الظاهرة اللي ما غاديش نقولوا هي ظاهرة بالمفهوم ديال الظواهر إذا حللناها، ولكن تتبقى بالفعل مزعجة وتؤدي بأرواح العديد من المواطنين الأبرياء. اليوم بالفعل كاين لجنة وطنية، يعني ماشي ما تهمش فقط التجهيز والشركة، وإنما تهم عديد من القطاعات الأمنية الدرك إلى آخره. فاليوم كاين لجنة وطنية اللي بالفعل أخذت هذا الملف على عاتقها، واليوم كاين إجراءات اللي هي آنية للمواقع اللي بالفعل أكثر خطورة اللي هي نوار كما يقال، غتنشتغلوا عليها على أساس أنه بالفعل أولا غادي يكون تسييج ديال العديد من القناطر اللي تيوقع فيها هذا الشيء. إذا التسييج، وكاين الإضافة الثانية اللي غنشتغلوا عليها في هذا الأفق ديال هذه السنة، هو أنه توضع كاميرات للمراقبة على جميع الخطوط اللي اساسا غنبداو بالخطوط السوداء، ومن بعد غادي نعموا على جميع التراب الوطني في مجال ديال الطرق السياره، بالاضافه الى عديد من الاجراءات اليوم الامنيه التي نحن بصدد اخراجها الى حيز الوجود مع الفرقاء الاخرين من الهيئات الامنيه حتى هي اللي تتشتغل على نفس الموضوع. شكرا. شكرا. تعقيب. السيد الوزير، بغينا حلول انيه ومباشره. المغرب تتوفر على واحد الطريق السيار، شبكة طرق السيارة لا بأس به، وعليه ضمان سلامة مستعملي الطريق السيارة مسؤولية الحكومة ما دام المواطن يؤدي بثمن الخدمة ما دام الأمر يتعلق بمرفق عمومي.
سلامة الطرقات تعني أيضا الوقاية من حوادث السير بسبب العراقيل التي يجدها مستعملو طرق السيارة. قطع الطريق السيارة من طرف الأشخاص والحيوانات السيد الوزير باقا تنعيشها في المغرب. الإصلاحات المتكررة بطرق السيارة دون احترام المعايير المعتمدة في هذا المجال. غياب دورية المراقبة على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول. تعقيب إضافي حول الموضوع؟ لا تعقيب؟ السيد الكاتب الدولة؟ نعم، هو السيد النائب طلب أن الحكومة وطرق السيارة تحمل مسؤوليتها، نحن نتحمل مسؤوليتنا. قلت لك كاين عديد من الإجراءات اللي هي بصدد اليوم أنها تخرج للوجود، المراقبة راها كاينة. استسمح ولكن العدل في توزيع التوقيت. شكرا شكرا. إذا شكرا على تعاونكم، ونمر إلى قطاع المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. مرحبا السيد الوزير. السؤال حول آفة الرشوة للسيدات والسادة النواب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضل السيد النائب. شكرا سيد الرئيس. السيد الوزير، نسألكم عن نتائج استراتيجيتكم فيما يخص الحد من آفة الرشوة. تفضل السيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. السيد نائب محترم، محاربة آفة الرشوة تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية العامة لتخليق المرفق العام ومحاربة الفساد. الحكومة التزمت في البرنامج ديالها في إطار مواصلة الجهود الوطنية اللي تعبأ فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص والفاعلين الحكوميين. الآن بلدنا عندها استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد. هذه الحكومة كان من الإجراءات الأولية اللي قامت بها هو مؤسسة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد من خلال واحد المرسوم اللي حدد المهام ديالها. وفعلا هذه اللجنة في شهر أبريل المنصرم انعقدت دارت اجتماع ديالها تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، وحضروا فيها ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات ديال الحكمة وممثلي المجتمع المدني. وهذا الاجتماع كان مهم جدا لأنه درس الحصيلة الأولية وخرج بالتوصيات كتتعلق بتحيين واحد العدد ديال المشاريع ذات الطابع الأفقي اللي كتمشي في الاتجاه ديال تعزيز النزاهة في المرفق العام ومحاربة الفساد. وشكرا. شكرا السيد الوزير. تعقيب السيد النائب. السيد الوزير المحترم، في الواقع كنا كنتظروا منكم تجاوبونا من خلال مؤشرات ملموسة تستعرض تقدمكم في الاستراتيجية الحكومية وطبعا الوعود اللي قطعتها الحكومة فيما يخص تخليق الحياة العامة في بلادنا. جميع الدراسات والمؤشرات والتقارير المختصة تؤكد أن ظاهرة الرشوة واللي هي عصب الفساد ما زالت مزمنة وبنيوية ولم يحقق أي تقدم على مستوى مكافحتها. أذكر بالخطاب الملكي اللي ذكر بالخطاب الملكي افتتاح الولايات التشريعية اللي طالب فيه بإصلاح الإدارة وجعلها في خدمة المواطن والاستثمار، لكن جاءت مع الأسف استراتيجية اللي تكلمتي عليها بواحد الإجراءات متعددة لم تنفذ، وهناك اعترافات ضمنية بفشلها. والمؤكد أن الكفة الاقتصادية والاجتماعية للرشوة باهظة جدا على عدة مستويات. هناك خيبة أمل المغاربة في هذا الموضوع، هناك خيبة الاقتصاد الوطني أمام واحد الظاهرة ديال التعايش والتصاهر مع الفساد والمفسدين. لقد وعدتم بتحسين تصنيف المغرب في مؤشر إدراك الفساد، فتحصل هذا التحسن. ماذا خصصته الحكومة من موارد لإرساء وتتبع منظومات القيم ومقتضيات النزاهة التي جاءت بها الاستراتيجية؟ السيد الوزير، تجارب دولية عديدة أبنت أن الحد من الرشوة أمر ممكن إذا توفرت الإرادة السياسية لذلك. هناك دول عدة كانت الرشوة متجذرة بشكل كبير. تعقيب إضافي حول الموضوع؟ تفضل السيد الرئيس. لا سمحتي سيد الوزير، لا سمحتي ناخذ واحد التعقيب إضافي وتفضل. تفضل. شكرا سيد الرئيس. هذه بطبيعة الحال عقود من الزمان ونحن نناقش موضوع محاربة الرشوة، والرشوة لا زالت قائمة. سيد الوزير، الحلول البسيطة لا نحتاج إلى ترسانات قانونية ولا شعر، غير فقط تفعيل واحد مبدأ من أين لك هذا؟ فقط منين جاوا لك هذه الملايير وهذه الملايين وأنت موظف بسيط في ظرف سنة أو 10 سنوات أو 5 سنوات؟ السيد عنده الفيلا وعنده سيارة بالملايين وعنده إقامة في الخارج والداخل فقط
نفعلوا هذا المبدا من اين لك هذا؟ هي بوابة القضاء ومحاربة الرشوة بشكل نهائي، لا نحتاج إلى قوانين أخرى ولا إلى الرقم الأخضر ولا الأزرق ولا الأحمر، فقط نتبعوا الممتلكة ديال الناس مسؤولين وديك الساعة. تفضل السيد. أولا لا ينبغي التهويل من وجود دراسات وتقييمات ومؤشرات، كاين مؤشر واحد ديال ترانسبارنسي انترناسيونال ديال إدراكية الرشوة، وتنعرفوا كيفاش كتتم الاستمارات والتقييم ديالها حتى من طرف ترانسبارنسي انترناسيونال، ومع ذلك فالحكومة تستأنس بهذا المؤشر. مؤشر مناخ الأعمال راه فيه تحسن، البوابة الوطنية الرقمية ديال تلقي الشكايات قلصت إلى حد كبير الحوافز ديال الفساد. المصادقة ديال هذه الغرفة المحترمة على القانون في الحق في الحصول على المعلومة كيعطي للمواطن حق الولوج للمعلومة التي هي في حوزة الإدارة ويعمق قيم الشفافية في المرفق العام. لكن لا ينبغي أن نخلط رجاء ما بين تخليق الحياة العامة لا موغاليزاسيون دو لا في بوبليك وتخليق المرفق العام. أنتم تسائلون مسؤولا عن الإدارة، لكن الحياة العامة عندها قوانين وآلية أخرى لتضبط الاغتناء غير المشروع. سؤال موالي، سؤال آخر للسيد الوزير حول مراجعة منظومة التعيين في مناصب المسؤولية وفي المناصب العليا للسيدات والسادة النواب عن فريق الأصالة والمعاصرة. تفضل السيد النائب. السيدة الرئيسة، السيد الوزير المحترم، نسائلكم عن تقييمكم لمنظومة التعيين في المناصب ديال المسؤولية والمناصب العليا، وبالتالي أنه هل تفكرون في مراجعتها وتطويرها؟ شكرا. تفضلوا السيد. شكرا السيد النائب المحترم على تفضلكم بهذا السؤال. فعلا المرسوم ديال التعيين أو المرجعية القانونية والتنظيمية للتعيين في المناصب العليا كيحظى باهتمام بالغ من طرف هذه الحكومة ومن طرف هذه الوزارة، لأنه يندرج في إطار المقاربة اللي اعتمدناها وهو الشروع بإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا. وانتم تبعتوا الأحداث الوطنية والرسالة الملكية السامية اللي وجهها المنتدى ديال إعادة الهيكلة. احنا فعلا قمنا بواحد التقييم أولي، لأنه كاينه واحد المرجعية قانونية وتنظيمية للتعيين في المناصب العليا اللي حاولت تستلهم المبادئ ديال الدستور القائمة على الشفافية وعلى المساواة وعلى تكافؤ الفرص. قمنا بواحد التقييم وسألنا القطاعات الوزارية المعنية كلها بتنفيذ هذا المرسوم التعيين في المناصب العليا، وصلنا لواحد الخلاصة على أنه كاين هناك واحد التفاوت بين القطاعات في إعمال هذه المبادئ، لأن الهوة اللي كتحصل فين هو ما بين المرسوم وما بين هذاك الإعلان الذي يعلن على حد فتح المنصب وكيوضع له شروط علمية أكاديمية إلى غير ذلك. وهنا تتفتح نقاش. احنا كان عندنا في لجنة العدل والتشريع في هذه الغرفة ولا حتى في مجلس المستشارين كان عندنا نقاش للمراجعة. حصلت القناعة لدى الحكومة بضرورة هذه المراجعة. احنا غاديين هذه المراجعة مسلحين فقط بالتوصيات الصادرة على المنتدى ديال الصخيرات ديال إعادة هيكلة الوظيفة العمومية، واللي هي توصيات كتأكد على المهنة ديال الوظيفة العمومية العليا وعلى إدماج البرامج التعاقدية والإخضاع المناصب العليا للتوصيف الدقيق جدا شنو هي المهام والمؤهلات والكفاءة ديالها، وأيضا على ترشيد وعقلنة آلية التوظيف في المناصب العليا لكي تكون يعني مندرجة في صميم المبادئ اللي جا بها الدستور وهي الشفافية والكفاءة والمسؤولية والمساواة. وشكرا سيد النائب. شكرا على احترام الوقت. شكرا. تعقيب تفضل. السيد الوزير، كنشكر فيكم النزاهة الفكرية المعهودة فيكم، ولكن من خلال الممارسات اليوم في الإدارة المغربية كيتبين بالملموس أنه اللجان المحدثة هي لجان كتصوب على مقص، كما أنه المعايير المعتادة لاختيار المرشحين على مقص. هناك الحزبية الضيقة، هناك القبيلة، وهناك العرق، هناك الجهوية في التعيين في المناصب ديال المسؤولية. السيد الوزير، ما بغيناش أنه الإدارة المغربية تولي ملحقة ديال الأحزاب السياسية. فيما مضى كالكتاب العامون ديال الوزارات كانوا إداريين، وهما اللي كيساهموا في التسيير وفي التدبير. وراه لا عقال أنه اليوم وزير سياسي
والكاتب العام سياسي والمفتش العام سياسي، لأن خصنا نعرفوا بأن هناك كفاءات مغربية غير محزبة وهناك كفاءات مغربية غير منقبة. نموذج الأمثل كان عندنا واحد الوزير الأول متميز جدا هو سي جطو، وكان وزير سول الناس من أحسن الوزراء اللي كانوا دازوا، لم يكن سياسيا. بمعنى آخر ما يمكنش نرهنوا مجموعة ديال الأطر المغربية غير محزبة منعوها من المناصب ديال المسؤولية. بمعنى آخر كاين هناك جريدة وطنية مشكورة دارت واحد الملف الأسبوعي خاص فيما يخص هذا القضية، مع الأسف نتتبع عن قرب ما يقع بمجموعة ديال الإدارات وديال الوزارات، ولقوا أن هناك تبادل ديال المنافع ديال ما بين بعض الوزراء. أعطيني نعطيك، فإذا ما بغاش يعين هو الناس جاولوا عنده كيطلب من الوزير باش يعين عنده شي حد آخر، وبالتالي أنه هل الإدارة المغربية ملك لجميع المغاربة؟ هل الإدارة المغربية ملك لجميع الكفاءات المغربية؟ أو أنه انسجاما مع الخطاب الملكي والتوجهات الملكية السامية في هذا الموضوع؟ شكرا. أنه الإدارة شكرا. تعقيب إضافي حول الموضوع؟ تعقيب إضافي؟ تفضل السيد النائب. الوزير لابد أن نهنئكم أولا على مبادرة الوزارة ديالكم بالرد على تلك الصحافة البائسة التي تسعى للالتباس في الرأي العام بالنسبة للتعويضات ديال الوزراء وكتاب الدولة وكتاب يعني كتاب العامين في إطار مراسيم. هنيئا لكم، وبغيناكم سيد الوزير تستمروا في التوضيح كسرا لقطع لدابر هذه الإشاعات نهائيا. الأمر الثاني مرة أخرى، رأي العام منشغل بأن هناك مناصب عمومية أو عامة تفصل على المقاس، خصنا نتردو سيد الوزير. طبعا ما يمكنش اليوم، خص الاستحقاق هو الذي يحكم. إلى الأحزاب السياسية عندها أطر فهنيئا لها تستحق المراسم العليا، لا نرد الأحزاب لأنها أحزاب سياسية، أحزاب سياسية عندما كانتها في الوساطة بين المجتمع بين الدولة لا ينبغي احنا كفاءة سياسية أننا نخص الأحزاب السياسية. شكرا. 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 تفضل كاين شي، تفضل إلا كان نشوفوا واش كاين شي وقت. تعقيب ديالاش؟ تعقيب إضافي آخر، تفضل. اسمح لي أعتذر. شكرا سيدة الرئيسة. أولا من حق الناس الذي مارسوا بالسياسة أن يكونوا كتاب عامون ويكون مفتشون أيضا عامون، ليس فقط ماشي السياسة ولات بحال ثبة، بل بالعكس بالعكس نحن لسنا هنا لنعاقب السياسي لأنه يمارس السياسة. سيد الوزير، ورش إصلاح الإدارة يتطلب حوارا وتشاورا مستمرا مع الشركاء الاجتماعيين، الشيء الذي فعلتموه منذ تعيينكم سيد الوزير. لقد سبق لكم أن أعلنتم أن الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية يشكل دعامة أساسية لإنجاز الإصلاحات الكبرى المتعلقة بالإدارة وتطوير. شكرا. شكرا. السيد الوزير. شكرا للسيدة والسيدين النائبين المحترمين على الأسئلة وعلى الدعم ديالهم من هذا الورش الوطني اللي يتجاوز المعادلة المعارضة والأغلبية، لأن هذا مسألة تهم تخليق المرفق العام وترشيد السياسة العمومية بصفة عامة. خصنا نعرفوا واحد اللبس، كاين جوج نماذج عالمية في تقلب المناصب العليا. كاين النموذج الانجلو ساكسوني معروف سبويل سيستم، اللي هو نموذج تسييسي، تيتبدل رئيس البيت الابيض كيمشيو معاه 30,000 موظف سامي. وكاين انوتر سيستم اللي هو الميريت سيستم، اللي مبني على الكفاءه ماشي على الولاء السياسي. مش على ما فيهاش عقده واش سياسي ولا ماشي سياسي، من حقه السياسه راه مكرسه بالدستور، الاحزاب السياسيه راه فاعل اساسي، لكن المغرب عنده خيار، اختار الكفاءه. النهار اللي غنختاروا سيس في ظروف معينة الإدارة العليا غنتحملوها وغنديروها بالآليات ديالها، لكن الخيار الآن القائم هو الكفاءة، وحنا كنشتغلوا الآن على هذا. ما يمنعش أن تصفر في شخص واحد الكفاءة والانتماء السياسي، لا شيء يمنعه من ذلك. أنا تنذكر أنه واحد الوزير في حكومة التناوب اقترح كاتبا عاما على المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، اللي هو عضو اللجنة المركزية ديال الحزب ديالو، وكل واحد كانوا كيقولوا انت راك اشنو تدير انت راه هادشي ماشي انا داك. شكرا.
وزاره الملك عطى الموافقه امام المفاجاه ديال الجميع لان كان كفاءه وطنيه. شكرا. والان شكرا السيد النائب. السيد الوزير، السيد الوزير عندك سؤال اخر؟ سؤال اخر للسيد الوزير في اخر كسؤال اخير في هذا الملف عن دور الوظيفه، وظيفه عناصر الحراسه بالادارات والمؤسسات العموميه. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد النائب. السيد الوزير، الم يحين الوقت بعد لوضع اطار قانوني لمهام وادوار رجال الحراسه بالادارات العموميه؟ الم يحل الوقت لضمان الحقوق المهضومه لهذه الفئه؟ وشكرا سيد الوزير. تفضل السيد الوزير. الرئيسه، شكرا السيد النائب المحترم. هو الاطار القانوني موجود، كاين اليات وكاين مرجعيه قانونيه وتنظيميه كتنظم العمل ديال شركات الحراسه واللي كتجعلها انها تؤدي واحد الخدمة ديال مراقبة الأماكن العامة والخاصة والمنقولات، نقل الأموال مثلا والعقارات، وحتى حراسة حتى الأشخاص المتواجدين في هذه الأماكن. من بعد ما توقفت الإدارة العمومية في المغرب والمؤسسات على توظيف سلالم الدنيا لبعض الموظفين في الحراسة، تفتحت الباب أمام واحد العدد ديال الشركات المستحدثة، وبدات الإدارة كتبرم عقد دي كونترا مع هاد الشركات بناء على طلب عروض وعلى التقيد بضفاتر التحملات. وبلادنا كنظن راه كاينه فيها اليات معروفه ومؤسساتيه ديال المراقبه ديال ضفاتر التحملات وديال حتى المرجعيه القانونيه. لكن السؤال يمضي الى ابعد، ماشي غير تشغيلهم في مهام ليست مثبته في جدول في الاخر، يا واش كيتمتعوا بالحمايه الاجتماعيه والصحيه؟ لان الإدارة العمومية من إدارة استخراج هذه المهمة هذه وعطتها للشركات، ماشي باش تساهم في تدهور أوضاعهم الاجتماعية، على الأقل واش كتحترم الحد الأدنى ديال الأجور والتغطية الصحية والاجتماعية؟ وأعتقد بأن هذا الموضوع الآن أصبح مفتوح للنقاش في إطار هذه الدينامية اللي كيشهدها المجتمع المغربي، والحكومة متحملة المسؤولية ديالها وحاسة بالنبض ديال المجتمع من أجل تحسين الأوضاع دياله من أجل مزيد من العدالة الاجتماعية. وإحنا غادي نمشيو في هذا الاتجاه هذه لمزيد من مراقبة مدى احترام ضفاتر التحملات والمرجعيات القانونية. وشكرا على هذا السؤال. شكرا سيد الوزير. تعقيب، تفضل سيد النائب. سيد الوزير، نطرح هذا السؤال اليوم ونحن واعون بالأدوار الطلاعية التي تقوم بها هذه الفئة والتي تقدر بعشرات الآلاف، مئات الشركات، وأيضا التعامل مع مئات المؤسسات العمومية والشبه العمومية. احنا واعين السيد الوزير بالإشكالات اللي كتعاني منها هذه الفئة على مستوى الحد الأدنى للأجور، على مستوى غياب العطل، على مستوى معدات العمل، الضمان الاجتماعي، الموسمية، وتعرض التعسفات. لكن اللي كيهمنا السيد الوزير اليوم، اللي كيهمنا هو التوظيف السيء لعناصر هذه الفئات، التوظيف السيء من مثل القيام بمجموعة من الأعمال داخل الإدارات العمومية. هذا الشيء كيسبب مجموعة من الإشكالات السيد الوزير على مستوى ولوج الإدارة، على مستوى الوصول للمعلومة، وأيضا على مستوى قضاء المآرب. وأيضا وأعطي نموذج قطاع الصحة، السيد الوزير ليلا تقع إشكالات كبرى مع الحراس، وبالتالي السيد الوزير مزيان هاد الحراس ينظموا، ولكن أيضا ما يكونوش فرصة للتعسف والتحرش والصراع. سيد الوزير، هذه أمور كتسبب مجموعة من الإشكالات، وأعتقد أننا يجب أن نتعاون جميعا من أجل تأهيل هذه الفئة اللي كتسد العديد من الإشكالات لدى الشباب العاطل. لكن لا بد من تأهيل هذه الفئة، لا بد من العناية بأوضاعها، لا بد من الاهتمام بها، ولا بد أيضا من إلزام الشركات بالالتزام بدفاتر التحملات. وشكرا سيد الوزير. شكرا سيد النائب. تعقيب إضافي؟ لا تعقيب. سيد الوزير تفضلوا. سيد النائب، على هذا التعقيب، كاين واحد خط التماس بين الإدارة والمواطنين، وهو ما يسمى بإدارة الشبابيك وفضاءات الاستقبال. شكرا، اسمح لي ثواني ما نقدرش. شكرا على تعاونكم النظام الداخلي. شكرا.
نمر إلى القطاع الموالي. مرحبا السيدة الوزيرة، الأمر يتعلق بقطاع الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية. ثلاثة أسئلة. السؤال الأول حول تنمية مهارات المرأة القروية للسيدات والسادة النواب عن فريق التجمع الدستوري. تفضل السيد النائب. شكرا السيدة الرئيسة، شكرا السيدة الوزيرة المحترمة. في إثر النهوض بأوضاع المرأة القروية ومحاربة الهشاشية الاجتماعية، نسألكم السيدة الوزيرة المحترمة عن التدابير والإجراءات المزمع لاتخاذها لتنمية مهارات المرأة القروية ومحاربة الفوارق الهشاشية الاجتماعية. شكرا. شكرا. تفضل السيدة الوزيرة. أنا السيدة الرئيسة، السيد المستشار المحترم، أولا هذا السؤال له فين هو؟ السيد النائب المحترم، أولا أشكرك على هذا السؤال، على اعتبار أن المرأة القروية بالفعل تحتاج إلى مبادرات، وهناك الكثير منها مضمن في استراتيجيات الدولة التي تستهدف محاربة الفقر والهشاشة، وأذكر هنا صندوق التنمية القروية على وجه التخصيص، وكذلك أذكر مجموعة من المبادرات التي مكنت من كهربة العالم القروي وكذلك مده بقنوات المياه، وأيضا مجموعة من المؤسسات كدور الطالبة من أجل تمكين الفتاة من التعليم مما يؤهلها للانخراط في التنمية، وأيضا مجموعة من الصناديق وكذلك المبادرات والاستراتيجيات التي تستهدف العالم القروي بما فيها المرأة القروية. شكرا. تعقيب. تفضل السيد النائب. شكرا السيد الوزير المحترم على توضيحاتكم. تعاني المرأة القروية من ضعفات كثيرة في التنمية، مهاراتها واقصائها من الدعم والرعاية الصحية والاجتماعية ومحاربة الأمية وغياب مؤسسات فعلية للتنمية وقدرتها للخروج من الهشاشة إلى العيش الكريم. كما تعاني المرأة القروية من عزلات خطيرة في الولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية، حيث تموت أعداد كبيرة من النساء الحوامل بسبب ضعف الخدمات العمومية الضرورية كنموذج كإقليم تلغر. لهذا نطالبكم السيدة الوزيرة المحترمة بما يلي: إعادة النظر في معايير قيمة تمويل المشاريع الصغرى المضرة للدخل لهذه الفئات، تشجيع ودعم التعاونيات والمقاولات الذاتية عند النساء، دعم وتمويل مبادرة التشغيل الذاتي، تزويد برامج وطنية للتكوين المستمر، ومحاربة الأمية للتنمية. شكرا. شكرا سيد النائب. تعقيب إضافي. تفضلي سيدة النائبة. شكرا سيدة الرئيسة. سيدة الوزيرة، نتمن كل المجهودات الوزارية الحكومية الهادفة لتنمية العالم القروي، لكن اليوم بالإضافة للمطالب النسائية النمطية، اليوم المرأة القروية تحتاج لإجراءات تدبيرية لتجاوز معيقات الرفع من مؤشر التنمية البشرية في صفوفها، تحتاج أيضا لتقييم موضوعي شمولي لبرامج محو الأمية في العالم القروي اللي عرف تعثرات كثيرة، ومحتاجة أيضا للتمكين الاقتصادي عبر دعم مشاريع مضرة للدخل وضمان أسواق لها. وشكرا. تفضل السيدة الوزيرة. شكرا السيدة الرئيسة. أولا بغيت نأكد بأن ما تفضل به السيد النائب والسيدة النائبة هو ما كان شغلوا عليه الآن في إطار مبادرة الوطنية التنمية البشرية، وكذلك في إطار تمكين النساء في التعاونيات والإدماج الاجتماعي عبر النشاط الاقتصادي. ما ننسوش بأن محو الأمية كذلك شمل المرأة القروية. هذه السنة فقط عندنا 7446 امرأة قروية استفادت من محو الأمية، وهناك دور الأمومة التي أحدثت إلى جانب المستشفيات حتى تتمكن المرأة القروية من أن تأتي إلى جانب المستشفى في حالة المخض، وتتمكن من إنقاذ نفسها وإنقاذ رضيعها، وتتلقى الرعاية اللازمة. بغيت نقول كذلك بأن جائزة تميز المرأة المغربية التي أطلقناها هذه السنة في دورتها الرابعة تشجع جميع. شكرا. شكرا. سؤال موالي يتعلق بعدم نشر نتائج انتخابات اللجان الإدارية
المتساوية الأعضاء بالتعاون الوطني للسيدات والسادة النواب عن فريق الأصالة والمعاصرة. تفضلي السيدة النائبة. شكرا سيدة الرئيسة. نسألكم سيدة الوزيرة عن أسباب عدم نشر نتائج هذه اللجان، وللملاحظة هذا اليوم يصادف ذكرى تأسيس مؤسسة التعاون الوطني من طرف المغفور له محمد الخامس، هذه المؤسسة اللي تخلقت بخلفية تضامنية لخلق المودة والرحمة بين المؤسسة والمواطنين. نسألكم سيدة الوزيرة عن عدم نشر هذه النتائج وشكرا. تفضل السيدة الوزيرة. سيدة الرئيسة، هذا السؤال ليس له موضوع على اعتبار أن هذه النتائج قد نشرت في 3 يونيو 2015 على بوابة الإلكترونية للمؤسسة. تعقيب السيدة النائبة. شكرا سيدة الوزيرة. في الحقيقة نشرت، لكن كيف نشرت؟ نشرت بأرقام لم يتم الإعلان فيها عن النتائج. وكلاء اللوائح كل مرشح شحال جاب في اللائحة ديالو، مجموعة ديال الخروقات اللي كانت في هذا الموقع في هذا النشر ديال النتائج. للأسف سيدة الوزيرة، حنا كنشوفوا بأن هذه المؤسسة ما كاينش غير هذا الخرق هذا فقط في النتائج واللي انتم اعتبرتوها أنها تنشرت بهذه الاختلالات اللي كنهضروا عليها. كاين اختلالات كبيرة جدا كتعرفها هذه المؤسسة. اليوم السيدة الوزيرة، هذه المؤسسة ما عندهاش مدير. جيتوا في 20 مايو واعلنتم على ان عن منصب شاغر اللي هو المنصب ديال الإدارة، وفي والناس الأطر الإدارية المستخدمين ديال هذه المؤسسة كانوا كينتظروا النتائج ديال هذا الإعلان ديالكم. في نفس الوقت نشرتوا إعلان آخر ثاني بشروط مختلفة طبعا، وسحبتوه داخل ذاك الأجل في بضع ساعات فقط محدودة. كنسألكم سيدة الوزيرة، هذه المؤسسة علاش رجعت كتعرف هذه الاختلالات؟ علاش هذه المؤسسة في هذه الخمس سنين الأخيرة ولا 7 سنين الأخيرة اللي مجموعة ديال الاختلالات كبيرة رجعت كتعرف هذه المؤسسة؟ الآن هذا المدير الحالي يصدر قرارات، كيمضي توقيعات، عندنا الان 20 متعاقد تم التشطيب عليهم بطريقه بتعسف بشطط في استعمال السلطه. هذه المؤسسه سيدة الوزيرة كنأكد لكم انها عرفت مجموعه ديال الاختلالات لصراعات سياسيه داخل الحزب ديالكم معين. حولتوا هذه المؤسسه الى حلبه صراع وكتصرفوا فيها الاختلافات والاختلالات ديالكم داخل الحزب. كنطالبوكم سيدة الوزيرة وكنطالبوا من خلالكم الحكومه. سيدة الرئيسة، الوقت الله يخليك. لا غبلتي، لا واخا غبلتي واخا لا سمحتي السيد، ايوا غبلتي وخليتي شي واحد يهضر، خليوني نهضر. لا اسمح لي، شكرا انتهى الوقت. لا انتهى الوقت، عندك 3 ديال الثواني زايده، انتهى الوقت. سالينا السؤال، كاينه السيده الوزيره، السؤال موجه للسيده الوزيره اللي بغى يهضر عنده نقطه نظام. كاينه السيده الوزيره هي اللي غادي تجاوب على هذا السؤال، ما موجهش للفريق ككل، موجه للسيده الوزيره. تفضل السيده الوزيره. مرحبا، عندك نقطه نظام، تفضل. شنو هو؟ تفضل سيدي. السيدة الرئيسة، الحقيقة اش غنقول لك؟ قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لأنه خص واحد شوية ديال الاحترام. هذه الجلسة راها جلسة دستورية تنتوج فيها المواطنين والمواطنات، كل واحد يشطب في باب دارو. وبالتالي انا تنطالب هذيك الكلمات تسحب من المحضر ديال الجلسه، تسحب من المحضر ديال الجلسه. السؤال من حق النائبه تراقب السيده الوزيره تقول لها اللي بغيت، ولكن تدخل في حزب وطني محترم فهذا خصك تعتذر يا السيده النائبه. شكرا. نقصد لا اسمح لي، لا الله يخليك. لا السيده النائبه، ديال العداله والتنميه ما بقيناش ندخلوا في شي أم. لا إلا سمحتي، شكرا. سمعنا التعقيب الإضافي. نقطة نظام للسيد، تفضل السيد. كاين السيد الرئيس بغى يتكلم. السيدة النائبة الله يخليك، السيد الرئيس بغى يتكلم. تفضل. لا 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 شكرا. إلا سمحتوا كاين السيد الرئيس بغى يتكلم، احترموه وعطيه فرصة. الأخوات، كاين الرئيس ديالكم بغى يتكلم. شكرا السيدة الرئيسة. سيدات وسادة النواب، أنا شخصيا كنت غادي ناخذ نقطة نظام وغادي نسحب، ولكن ما كانش داعي السيد الرئيس، أنا كنت غادي نديرها
لان خصنا نحترموا بعضياتنا، ولا وقع شي خطا لازم نتجاوزوه. اليوم انا كنعتبر بانه نحن نسائل الحكومه، نسائل الوزاره، وبعض المرات تيوقع فلتات لسان، وقعوا حتى لبعض الوزراء، وحنا كنتجاوزوا كل شيء، وبالتالي جميعا نسائل الحكومه لا نسائل بعضنا البعض. شكرا. شكرا شكرا شكرا. هل من تعقيب اضافي اخر؟ لا تعقيب. السيده الوزيره. شكرا السيده الرئيسه. انا بناء على كلام السيده الرئيسه ما غاديش نرد، لكن بغيت نقول بانه اولا على مستوى المؤسسه، وان كان السؤال في جهه والتعقيب في جهه، انه ليست هناك اي اختلالات. كاين حق ديال الوزير ديال القطاع المعني انه يفتح المنصب عندما تنتهي 5 سنوات بناء على منشور السيد رئيس الحكومه اللي كيقول لك اما جدوا اما فتحوا المنصب، فامتثالا لمنشور السيد الرئيس فتحنا ذاك المنصب. ياك ملي ما غادي يطلع حتى حد طبعا غادي تعاود، ملي غادي تعاود لك الحق كقطاع انك تحيده ولا تخليه، فهذه كلها ممارسات في اطار القانون. بغيت نقول بان المدير في وضعيه قانونيه الان، المنصب ديالو مفتوح لكنه لم يعفى يمارس حتى ياتي مدير جديد. شكرا سيده الرئيسه. شكرا شكرا. اذا نمر الى سؤال اخر، وهو اخر سؤال في هذا الملف، حول أسباب التأخر في تفعيل قانون الدعم المباشر لذوي الاحتياجات الخاصة للسيدات والسادة النواب عن فريق العدالة والتنمية. تفضل السيد نائب. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيدة الرئيسة. السيدة الوزيرة، ذوي الاحتياجات الخاصة نجدهم في جميع المحيط ديالنا كاملين. ملي صوتنا على القانون الإطار المتعلق بهم التزمتي وبالمواكبة هذا القانون من خلال الإدماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الدعم ديال المجتمع المدني، ومن خلال الدعم المباشر ديال ذوي الإعاقة العميقة. أشنو درتيو في هذا الشيء كامل؟ شكرا. شكرا السيدة الوزيرة. شكرا السيدة الرئيسة. أولا بغيت نقول للسيد النائب بأن هناك جهود كبيرة جدا بدأت مع القانون الإطار للنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة، والآن نحن في إطار تنزيل هذا القانون، أولا بإطلاق دراسة حول نظام تقييم الإعاقة باش نقدموا هذاك القانون ديال نظام الدعم الاجتماعي كنص تشريعي ينص عليه القانون، وهناك بحث وطني ديال الإعاقة اللي درنا باش يعطينا المعطيات اللي كنبنيو عليها اليوم باش نقدروا نفعلوا مجموعة من المبادرات، منها تحسين ظروف تطبيق الحصي 7% في التشغيل بتنظيم مباريات خاصة، وكذلك صندوق التماسك الاجتماعي الذي نستهدف فيه الفئات ديال الأشخاص في وضعية إعاقة. وبغيت نقول بأن هناك كذلك ورش كبير يتعلق بالاستهداف للأشخاص في وضعية إعاقة وكذلك للأسر في وضعية صعبة، وسيخرج قريبا مشروع قانون متعلق بالاستهداف، نأمل أن يغطي الحاجة ويؤمن كذلك دعما مباشرا لكل هذه الفئات المستحقة. تعقيب عن هذا السؤال. تفضل السيد النائب. شكرا السيدة الوزيرة. نثمن المجهودات المبذولة في هذا الإطار من طرف الحكومة السابقة والحالية، ونتنوه بمسألة أجراءات صندوق التماسك الاجتماعي الخاص بهذه الفئة، ولكن السيدة الوزيرة نفقات هذا الصندوق لا تتعدى 3% من مجموع النفقات. نريد في الشق المتعلق مثلا بمشاريع المدرة للدخل ما زال هناك نقص، فمثلا إلى حدود 2017 عدد الملفات المعالجة في هذا الإطار لا تتعدى 334 ملف، لذلك نطالب بتبسيط المساطر ومواكبة الجمعيات العاملة في هذا الإطار بالتأهيل والتكوين حتى تقوم بدورها اللازم. كما نطالب السيدة الوزيرة باستراتيجية مندمجة تروم حكامة جيدة وخلق آليات مضبوطة للتتبع والتقييم لتعزيز دينامية المجتمع المدني الذي هو شريك أساسي لتنزيل هذه السياسات.
كذلك السيدة الوزيرة في العالم القروي هذه النسبة تشكل هذه نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة تشكل 41.2% من المجموع العام، تحتاج إلى مجهود خاص واستثنائي لمواكبة هذه الفئة التي تستحق. شكرا. شكرا. تعقيب إضافي؟ تفضل السي حجر. السيد النائب. شكرا سيدة الرئيسة. عطفا على ما قيل من قبل، الإحصائيات اللي جات في الإحصاء العام للسكان والسكنة أثبتت بأن هناك أرقام يعني مخيفة على المستوى الوطني في هذا الجانب. ذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى العالم القروي يعانون معاناة مضاعفة، لذلك التجاوب في هذا الملف يعني يجب أن يحدو حدوى العدالة المجالية في هذا القطاع، خصوصا في التجاوب على المستوى بعض المشاريع، ماشي بالضرورة في الوظيفة العمومية، الوظيفة مزيان، ولكن في القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع ضرورة أنه يكون التجاوب، لأن الإقليم معين كتاونات 800 طلب كاين الاستجابة ديال 3 طلبات، وهذا كيبين أنه ما يمكنش نستمروا في نفس المعالجة. شكرا. شكرا احترام الوقت. تفضل السيدة الوزيرة. رئيسة المعطيات غير هذا الشيء اللي كتقولوا، لأنه عندنا على الأقل 863 مشروع اليوم ممول من لدن صندوق التماسك الاجتماعي. خصكم تعرفوا بأن الصندوق كيمول أفون بيردو، يعني ما كنسترجعوش الأموال وما كنعطيو ونمكنوا من الدعم إلا بعد أن نتأكد بأنها هذا النشاط أو هذا المشروع قد يتحول إلى مقاولة صغيرة، يعني كنشوفوا جميع الضمانات. لذلك احنا الآن في 863 مشروع، وهناك كذلك مسائل أخرى اللي هي التمدرس ديال الأطفال اللي وصلت 8737، وبأن هناك مراكز خاصة اليوم كشبابيك خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، ولا يستثنى العالم القروي، بل بالعكس هناك تأكيد على استقطاب جميع الأشخاص في وضعية إعاقة سواء كانوا في المدن أو كانوا في القرى، ولا كانوا في القرى كيكون أفضل. علاش؟ لأن كنقربوا لهم الخدمات، مع أن الشخص في وضعية إعاقة المعاناة ديالو هي نفسها قد تزيد عندما يتعلق بالذي يعيش في الوسط القروي. هذا الصندوق هذا بغيت نأكد على الأهمية ديالو، لأنه مكننا أولا باش نغطيو الحاجة في التمدرس ديال جميع الأطفال في وضعية إعاقة، وهذا شيء مهم، لأن احنا عندنا الأرقام، البحث الوطني للنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة هذا هو المصدر ديالنا اليوم، وهذا هو المرجع ديالنا، كيقول لنا شحال عندنا ديال البطالة، كيقول لنا شحال عندنا من المتمدرسين وغير المتمدرسين. شكرا. إذن شكرا السيدة الوزيرة على تعاونكم. نمر إلى قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. مرحبا السيدة كاتبة الدولة. كاين سؤال واحد، والسؤال حول دعم فلسطين لاكتساب صفة الدولة بالأمم المتحدة للسيدات والسادة النواب عن فريق العدالة والتنمية. شكرا السيدة الرئيسة. جوبها طلب دولة فلسطين حيازة صفة دولة عضو بالأمم المتحدة بالفيتو الأمريكي، لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الجهود المبذولة في هذا الاتجاه دعما للفلسطينيين لنيل حقهم المشروع في دولة آمنة وعاصمتها القدس الشريف. شكرا. تفضل السيدة كاتبة الدولة. رئيسة، شكرا السيد نائب المحترم. حق هذا اللي سنقول لكم هذا الموضوع، هي القضية الفلسطينية هي قضية كل المغاربة ملكا وحكومة وشعبا، وهي أيضا عنوان بارز في العمل الدبلوماسي، العمل السياسي والإنساني الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ومن هذا المنطلق فالمغرب يعني يقوم بجهود متواصلة بعيدا عن كل مزايدة سياسية، يعني مجهودات متواصلة من أجل نصرة القضية الفلسطينية، من أجل تكريس دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. كما أن المغرب يتفاعل يعني بهمة كبيرة وقوية فيما يخص كل القضايا الطارئة كالتي حدثت عقب يعني القرار ديال الأمريكي ودول أخرى بتحويل يعني عاصمة سفارتهم إلى القدس المحتلة. فكما أشرت هادو يعني مسائل اللي احنا ما فيهمش مزايدة سياسية، ونظل منخرطين سواء في إطار اللجنة الوزارية العربية، في إطار اللجنة المكونة لهذه الغاية. وللإشارة تذكر فيما يخص الانضمام للمنظمات، ففلسطين حاليا يعني تعتبر دولة كاملة العضوية في 105 منظمة واتفاقية دولية، واعترفت بها 138 دولة، إنما لازالت لها صفة دولة مراقب أي غير عضو في الأمم المتحدة،
ونشتغل، يعني كان آخر قمة عربية أيضا أكدت على هذا المنطلق، هو ما تم اعتماده هو ثلاث نقاط أساسية، أنه من الضروري أن الجهود تمشي في استثمار كل الأدوات القانونية والسياسية، لأن بالنسبة لنا هذيك اللي يمكن لها تعطي النجاعة وتوصلنا إلى ما نطمح إليه. ثانيا أنه ضروري نهج الحكامة والرصانة وعدم التسرع في التعامل مع الدول المخالفة للإرادة الشرعية الدولية. وثالث نقطة أساسية أيضا هي الحرص على إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة دائما في المنتظم الدولي. وشكرا. سيد نائب تعقيب. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدة الوزيرة، بعيدا عن أي منطق للمزايدة، نحن نفتخر بالإجماع الوطني المغربي حول قضية فلسطين. الحمد لله ملكا حكومة وشعبا الجميع منخرط لدعم الشعب الفلسطيني، وننوه بالمبادرة جلالة الملك رئيس لجنة القدس وآخرها المبادرة ديال المستشفى العسكري. هذا الشعب الفلسطيني يعاني من الظلم، من القهر، عبر أكثر من 70 سنة. لما تم غرس الكيان الصهيوني في قلب الأمة العربية الإسلامية خلق واقع جزاوي، والآن يتم الاستمرار في إنهاك العالم العربي. نريد في المقابل أن هناك منتظم دولي معك من الأسف إما أن يتخذ قرارات كتبقى في الرفوف ولا تجد لها طريقا إلى التنفيذ. غطرس الكيان الصهيوني في القتل، في التهجير، في الاحتلال، في التشريد. الاحتلال لا يمكن أن ينهى إلا بصفة الاحتلال. مهما طال الزمن لابد للعالم أن يعرف على أن القضية الفلسطينية قضية عادلة. وفي المقابل ندعوكم إلى إسناد ودعم الدبلوماسية المغربية تدعم الحق الفلسطيني. ما معنى أن الإدارة الأمريكية تأخذ أكثر من 40 قرار فيتو ضد الحق الفلسطيني؟ أين هي إرادة هذه المنظومة ديال الأمم المتحدة عندما نجد أن قرار الإدارة الأمريكية بنقل السفارة إلى القدس، هذه القدس برمزيتها بدلالتها في الأمة العربية الإسلامية، نجد قرار انفرادي طائش. عوض أن تكون هذه القرارات وهذه الجرائم الصهيونية أن تعرض على المحكمة الجنائية الدولية، نزيد دعم الإدارة الأمريكية. نحيي الشعب الفلسطيني الصامد، نحيي بطوله. شكرا. نحيي تعقيب. تعقيب إضافي حول الموضوع؟ تعقيب إضافي؟ لا تعقيب. صاحب السؤال، صاحب التعقيب، تفضل. أريد أن أتمم تحية الشعب الفلسطيني الصامد، رغم هذه الغطرسة نجد صامدا في وجه كل هذا الطغيان. ونريد لكم أن تبذلوا جهود كثيرة إضافية لدعم هذا الصمود، وتحية مرة أخرى للشعب المغربي، لكل ما نودي إلا وخرج في المسيرات، قاطع البضائع الصهيونية إلا وقام بدوره للتعبير على ما يختلج في ضمير هذه الأمة العربية الإسلامية. نتمنى صادقين على أن المنتظم الدولي يراجع هذه المقاربة في التعاطي والوقف بالكيل بالمكيالين في قضية عادلة هي قضية ديال الشعب الفلسطيني. مرة أخرى مبادرة جلالة الملك الحمد لله نفتخر بها ونعتز بها، لكن هذه الغطرسة لابد أن تجد لها. شكرا. شكرا سيدة كاتبة الدولة على مساهمتكم. آخر ملف في هذه الجلسة العمومية يتعلق الأمر يتعلق الأمر بقطاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. سؤال حول دعم قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير للسيدات والسادة النواب عن التجمع الدستوري. تفضلي السيدة النائبة. شكرا السيدة الرئيسة. السيد الوزير، نسائلكم عن الإجراءات المتخذة لدعم قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وشكرا. سيدة الوزير، سيدة الرئيسة، سيدة النائبة المحترمة، أولا هنالك مجهود مهم يبذل، لكن أيضا نسعى إلى تطويره وتعزيزه. هنالك منحة التعويض الإجمالي وراتب معاش العطب 19531 من التعويض الإجمالي و 25618 في معاش العطب. المجهود الذي كان أولا ما يتعلق بالزيادة في معاش العطب، القانون الذي 62/14 اللي صدر في 2015 بدأ التطبيق ديالو وعطى زيادة ديال حوالي 30% من بعد اللي تأخرت 15 سنة. ثانيا القانون 36/18 ديال منحة التعويض الإجمالي باش يقع الرفع ديال السقف
ديال الدخل اللي كتعطى على اساس هذه المنحه بزياده 374 درهم. هذا المشروع ديال القانون صادقت عليه الحكومه في 18 ماي الماضي، الان راه هو ان شاء الله باش البرلمان نطالبوا باش يوقع تسريع المصادقه ديالو. ايضا هنالك التغطيه الصحيه، من بعد ما صدر القانون ديال التغطيه الصحيه الاساسيه الان 51230 من قدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير وزوجاتهم وابنائهم وذوي الحقوق المتوفين. شكرا السيد الوزير. مدرجين في هذه المنظومه. تعقيب السيد النائبه. سيد النائب. سيد الوزير، لا احد ينكر المجهودات المبذوله من طرف المندوبيه الساميه لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير، ولكن هذه المجهودات تبقى غير كافيه، فابناء هذه الفئه يعانون. هذه الفئه التي قدمت ارواحها في سبيل الوطن وفي سبيل ما نحن عليه اليوم، ابناء هذه الفئه لا يزالون يعانون، وهناك نسبه كبيره منهم تعاني في صمت. صحيح ذكرتم بعض الارقام بشان التغطيه الصحيه وبشان يعني المعاشات، المعاشات السيد الوزير تبقى دائما هزيله ودون مستوى تطلعات. ايضا التشغيل، تشغيل ابناء هذه الفئه لا يزال ضعيف، صحيح هناك كوطة ولكن تبقى غير معمول بها في الغالب. ينبغي ايضا دعم هذه الفئه بالتشغيل الذاتي وبمبالغ ماليه محترمه. طبعا لما نقول هذا الشيء حق، هو حق لابناء هذه الفئه كما هو حق للمواطن المغربي بشكل عام. سيد الوزير، هذا يعني الملف ينبغي او المندوبيه ينبغي ان تحول الى وزاره كما هو معمول به في العديد من التجارب الدوليه، وايضا حتى يكون مساءل امام البرلمان، لان المنجزات الحاليه صحيح انها مهمه ولكنها تبقى دون تطلعات. تعقيب اضافي حول قدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير. تفضل السيد النائب. شكرا السيده الرئيسه. السيد الوزير، هذه فئه عريضه من المواطنين المغاربه داو خدمه جليله للوطن، تنطلبوا من الحكومه باش تزيد تعتني بها اكثر، خاصه في المجال الاجتماعي. اذا بهذا نكون قد اتممنا جميع ملفات هذه الحصه، ونمر الان الى الكلمه في إطار الإحاطة، الكلمة للمتحدث السيد النائب المحترم سعيد بلعزيز عن فريق الاشتراكي حول تصريح السيد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي في برنامج تلفزي المثير للجدل حول غياب العدالة المجالية بين الجامعات. اسمح لي، كان اسمح لي اعتذر، يعني ما غنعطيها لوش دابا لكن كنعتذر، وما بقاش شي حاجه، كانت عنده 5 ثواني بالضبط. تفضل نعوضوها لك مره اخرى السيد الوزير. لا لا، اسمح لي اسمح لي غير حتى ماشي دابا، عفاك يوضع التعقيب الاحاطه ديالو من بعد الا كان شي حاجه. تفضل. شكرا سيدة إيسا. أتى تصريح السيد كاتب الدولة المتعلق بمكلف التعليم العالي لدى في برنامج تلفزي أنه عبارة لا يمكن أن نقارن بين جامعة محمد الأول بوجدة وجامعة الدار البيضاء، اعتبارا لكون الدار البيضاء عندها استثمارات اللي تتجلبها نتاج اتفاقيات خاصة مع المقاولة والقطاع الخاص، واللي أصلا تيمكنها من أجل إنجاز مجموعة من الخدمات الفائده للطلبه والوافدين على هذه الجامعه. هذا التصريح اللي خلف واحد النقاش اجتماعي موسع تاكد التصور ديال الوزاره لكونها ما كتعتمدش العداله المجاليه فيما يتعلق بالجامعات. اليوم ما ذنب الجامعه ديال محمد الاول وما ذنب الطلبه ديال الجامعه ديال محمد الاول اذا كان المحيط ديالهم هش ديال ديك الجامعه وما يمكنش ان هذه الاتفاقيات وتوفر استثمارات اللي ممكن انها تستثمر في هذا المجال. هذا نقاش اليوم اللي كيطيح بحده على الوزاره باش ديك الاعانه ديال الدوله التي تخصص للجامعات تكون فيها واحد العداله مجاليه، تكون فيها واحد المحاربه ديال الفوائق اللي كاين ما بين هذه الجامعات، لانه طلبتنا في كل الجامعات هم طلبه من نفس المستوى، طلبه مغاربه جميعا، وبالتالي فخص داكشي اللي غيتعطى يتعطى بشكل متساوي، وهنا خص نحاربوا الفوائق.
هنا الجامعة ديال محمد الأول دات اتفاقية شراكة مع جماعة الترابية السيد كاتب دولة وبينها مع الجهة بخصوص إحدى طبعات الملحقات الجامعية زائد ملحق إضافي اللي فيه الملحقات قاسيف. احنا ما بغينا نواة، ما بغينا كلية متعددة التخصصات، بغينا غير ملحقات جامعية. اليوم الساكنة إقليم قاسيف تتنتظى جوابكم بشكل صحيح سيد الوزير بخصوص الملحقة الجامعية ديال قاسيف فين غتوصل في ظل هذه المفارقة اللي جات على لسانكم في هذا البرنامج التلفزي. وشكرا. شكرا. تفضل السيد الوزير. شكرا سيد النائب المحترم على الإحاطة اللي تفضلتوا بها. طبعا البرنامج كان الغرض منه الأساس هو الجواب عن سؤال كبير جدا وهو الجامعة المغربية إلى أين، وفي سياق تشخيص وضعية الجامعة المغربية كما تفضلتم تبين بالفعل أن هناك تفاوتات مجالية والتي تؤكدها فيما يتعلق بمحيط الجامعة المغربية من جهة إلى جهة، وهذا في إطار التشخيص وفي إطار الحديث عن واقع الحال وما ينبغي معالجته دون أن نتكلم لغة الخشب، وهذا الذي أليت على نفسي به في البرنامج. الجامعات الآن كما تعلم تستفيد في إطار الموارد الذاتية من اتفاقيات التعاون والشراكة مع النسيج الاقتصادي الموجود في محيطها، ومن المؤكد أن المحيط الاقتصادي لمدينة الدار البيضاء ولجامعة الحسن الثاني هو غيره جامعة سطات، هو غيره جامعة وجدة، نعطيت فقط على سبيل المثال. المعالجة والمقاربة عندنا كما تعلمون هي أننا كناخذ بعين الاعتبار في توزيع الاعتمادات سواء تعلق بالاستثمار أو بالتسيير اللي هي الغلاف المالي ديال 11 مليار درهم كما تعلمون هذه السنة، كناخذ بعين الاعتبار التفاوتات المجالية في توزيع الاعتمادات المالية لكي نواكب الجامعات التي هي في طور تأهيل نسيجها الاقتصادي والاجتماعي حتى تقوم بالأدوار الأساسية التي ينبغي أن تقوم بها. هذا تشخيص لواقع الحال. فيما يتعلق بالخريطة الجامعية الوطنية وقد أجبت عن هذا، فيما يتعلق بإحداث المؤسسات الجامعية أؤكد مرة أخرى أن الأمر يعود إلى مجلس الجامعة الذي يدرس كل الإمكانات المتاحة على صعيد الجامعة، وتوزيع العرض الجامعي على مختلف الحواضر والمؤسسات الجامعية الموجودة. ونحن لا يسعنا، وفي هذه الحالة كنتكلم على جامعة وجدة، حينما توصلنا بمشروع مجلس الجامعة تفاعلنا معه إيجابيا، ونحن بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستجابة لحاجة الجهة من العرض الجامعي. شكرا السيد الوزير. شكرا لكم جميعا على تعاونكم. رفعت الجلسة.